المهم بقى راح لمكتب توظيف واضح ولا مش واضح؟ ففي الاسسمنت اللي هو بيعمله بيقول لك هاد باست هيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن بقى له 10 سنين. يبقى واحد راح مكتب توظيف وعنده ايه يا جماعه؟ وبقى له 10 سنين كان اتعرض لبلاد ترانسفيوجن. واضح اصلا وانت لسه بتقرا ان الحاله هتتجه نحو ايه؟ ان هي هتبقى طبعا هيك سي. المهم بقى بيقول لك وبعد طبعا بعد ما حادثه عربيه الاكزامينشن ريفيلد نو ابنورماليتي. واضح ولا مش واضح؟ الانفستيجيشنز طبعا انزيمات الكبد ايه يا جماعه؟ عاليه. قال لك 120 والاي اس تي 80 فطبعا عاليين. الاي ال تي اللي هو ايه بالمناسبه؟ اللي هو سكيبت ولا سجوت؟ ما هو سكيبت سبيسيفيك للليفر، يبقى اذا السكيبت هو الاي ال تي معايا، والسجوت اللي هو ايه يا جماعه؟ الاي اس تي. المهم بيقول لك بعد كده توتال بالروبن واحد، المهم يعني اذا البلوروبن مش عالي ولا حاجه، وقال لك الانتي اتش سي بي انتي بودي بوزيتيف. الحاله دي كويسه ليه بقى؟ لان طبعا لو جبت اي واحد ان شاء الله من طب السنغال هيبقى عارف ان الحاله دي اللي هو حاله ايه يا جماعه؟ هيباتيتس سي. وده اي شاب معرض للحكايه دي ان هو اتنقل له نقل دم وبعد كده جه يسافر مثلا، فطلع ان عنده ايه يا جماعه؟ طلع ان عنده انتيبادهات اللي هو هيباتيتس سي فمعرفش يسافر. فهنا بيقول لك اول سؤال، ايه الانفستيجيشنز الاضافيه اللي انت لازم توصي ان هي تتعمل؟ اظن الحاله دي المفروض وانت ده احنا لو جبنا واحد ضرير هيحل السؤال ده ولا لا؟ شفت الكلام بسيط جدا، لكن انت وبراءه الاطفال في عيناي على فكره. طب ممكن تبقى مذاكر ويجي حاله زي دي لو انت مش ماسك خيوط اللعبه في ايدك تلاقيك بتهرتل في الامتحان. اللي هو بتهرتل ازاي يعني؟ وقعد تكتب له ليفر فانكشن تيست ورينال فانكشن تيست واي سي جي وايكو، ويا ريت لو نشوف دماغه ونعمل سي تي على دماغه، اي كلام بقى. انما لو انت ماسك خيوط اللعبه في ايدك ايه الفرزر انفستيجيشنز؟ اعتقد ان هي ايه يا جماعه؟ هيبقوا الثلاثه بتوعنا اللي هم ايه بقى؟ اول حاجه ليف، وتاني حاجه اللي هي ايه يا جماعه؟ ليفر ايمجنج، وبعد كده ايه ونفس اللي هو بنعمل كمان ليفر بايوبسي. قلنا في الليف بنشوف الانزيمز، وهو قال لك هنا الانزيمز عاليه، لكن برضو بنشوف ايه يا اولاد؟ بنشوف بعد كده اي بي سي، افتكرها كده، الاي اللي هو الالبومين، البي اللي هي ايه يا جماعه؟ بروثرومبين تايم، والسي بي سي. طب احنا الالبومين والبروثرومبين تايم انا عارف انا بشوفهم ليه؟ بشوفهم ليه بقى؟ انا بشوف الالبوم والبروثرومبين تايم تو اسيس الكورونيك اكتيفيتي. طب السي بي سي انا بشوفه ليه يا جماعه؟ اي حاله ليفر لازم تعمل سي بي سي عشان اشوف ايه يا جماعه؟ الهيموجلوبين، وعشان اشوف كمان البليتلت، لان الاثنين دول ممكن يقلوا في حالات مثلا زي ايه؟ مش احنا قلنا قبل كده ان البلاد مانيفيستيشنز في عيان الليفر سيل فيلير قلنا انيميا بكل انواعها، بليدنج بكل اسبابه، فانا لازم برضو عيني على السي بي سي. وكمان حتى عشان لما نيجي نكتب العلاج كمان شويه لازم برضو اكون شايف ايه يا جماعه؟ اكون متابع بالسي بي سي، لان لو لقيت الوايت بلاد سيلز قليله قوي او البليتلت قليله قوي هل هينفع ادي انترفيرون؟ لا طبعا. فالمهم اذا اول سؤال اعتقد في مستوى طالب الاخطر وهتكتبه وبراءه الاطفال في عينيك، هتكتب الايه يا جماعه؟ الثلاثه دول. بس هتزود ايه بقى لانها حاله هيباتيتس؟ اللي هي ماشي ماشي، ما معاكوا مش انتوا كنتوا معانا المره ولا ايه؟ طب خلاص. فدول كده الثلاثه اللي هم ايه يا جماعه؟ الثلاثه اللي بنشوفهم في الاول. اللي هم ايه الثلاثه اللي في الاول تاني عشان برضو تبقوا معانا؟ قلنا الليفر في الاول، ليفر قلنا في الاول لاب، وبعد اللاب قلنا ايه يا جماعه؟ ايمجنج. وبعد الايمجنج قلنا ايه؟ ليفر بايوبسي. نقولها كمان مره عشان الحبايب، قلنا اللاب اللي هو الليفر انزيمز، وايه كمان؟ اي بي سي. دي المسلمات اللي احنا قلناها قبل كده، احنا ما بنقولش كلام جديد. وبعد كده قلنا بنعمل ايمجنج عشان كام حاجه؟ تو ديتكت اربع حاجات. واضح ولا مش واضح؟ ليفر سيروزس دايامتر اوف بورتال بيس، نشوف السايز اوف ايه يا جماعه؟ اسبلين، ونشوف الاسايتس. واضح. وبعد كده الليفر بايوبسي، هتكتب بايوبسي ليه بقى؟ تو ديتكت ديجري اوف فايبروزس، وايه كمان يا جماعه؟ وكمان عشان تعرف الكرونيك اكتيفيتي. معايا ولا مش معايا؟ الحاله دي هيباتيتس سي، يبقى هنزود كام كلمه؟ الثلاثه بتوع الهيباتيتس سي اللي احنا قلناه. ايه هما الثلاثه تاني؟ واحد طبعا بنشوف ايه يا جماعه مهمه جدا؟ طبعا هنا هو في الانتي بوديهات اللي هي الإلايزا والريبا، هو خلاص قال لك ان الانتي بوديهات ايه؟ موجوده. لازم هنا اعمل البي سي ار، لان هو ده اللي هيحدد فعلا التتر عامل ازاي بالظبط، هو ده اللي هيحدد العلاج. جايز الإلايزا والحاجات دي ممكن بعد كده، انما احنا في الاول لازم نعمل بي سي ار. واضح ولا مش واضح؟ لازم كمان نشوف ايه يا جماعه؟ حته الجينوتايب مش مهمه قوي، بس بينه وبينكم فزلكه، يعني تقول كاتب له جينوتايب، واحنا بما اننا في مصر مش في سويسرا فهيبقى جينوتايب ايه يا جماعه؟ هيبقى اللي هو رقم اربعه غالبا يعني. وبعد كده الكلمه الثالثه اللي هي في الاخر قلنا بنعمل ايه كمان؟ في اي حاله بقى هيباتيتس سي؟ قلنا في كان في حاجه في الهيباتيتس سي لو تفتكروا، قلنا اول حاجه الإلايزا، وبعدين ايه يا جماعه؟ اللي هو ايه؟ والريبا. وقلنا كمان بنعمل ايه؟ البي سي ار. في هنا سؤال بيقول لك بقى ايه؟ ايه الامباكت اون مانجمنت؟ يعني هو الكلام ده هيفرق معاك في العلاج بتاع الحاله بتاعت الهيباتيتس سي؟ طبعا هيفرق. ليه بقى؟ لان مثلا لو لقيت مثلا السي بي سي لقيت الوايت بلاد سيلز قليله والبليتلت قليله، هل ينفع ادي انترفيرون؟ لا. طب اهم حاجه لو لقيت مثلا البيلروبين عالي قوي،
بيليروبين عالي قوي، يبقى العيان ده دخل في ايه يا جماعه؟ في جوندس. معنى ان هو دخل في جوندس يبقى هو ايه؟ كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ دي كومبنسيتد. وما دام دي كومبنسيتد هل ينفع عادي انترفيرون؟ ده اول كونترا انديكيشن في الانترفيرون، اول واحده كانت كلمه ايه يا جماعه؟ دي كومبنسيتد ليفر سيروسس. فعشان كده انا لازم قبل ما اتحدد انا هدي انترفيرون ولا لا، لازم اشوف اللاب عامل ازاي، لازم اشوف المانيفيستيشنز موجوده ولا مش موجوده. انما انت بتتكلم الحاله دي ينفع ياخد انترفيرون ولا لا؟ الحاله دي ينفع ياخد. ليه ينفع ياخد؟ ده واحد شاب مصري عادي جدا، عمل حادثه عربيه عادي جدا، اتنقل له بلاد ترانسفيوجن عادي جدا، اكتشف ان جاله ايه بعد 10 سنين؟ هيب سي عادي جدا، وهو اسيمتوماتيك، يبقى ده هياخد ايه يا جماعه؟ الانترفيرون عادي جدا. بيقول لك ايه بقى؟ وات ار ذا دراجز يوزد ان تريتمنت؟ قلنا الهيباتايتس سي بياخد كام دواء؟ بياخد دوايين مع بعض اللي هما ايه يا جماعه؟ الانترفيرون وريبافيرين. بس خد بالك بقى ان السؤال اللي بعديه على طول بيقول لك ايه؟ ايه السايد افكت والكونترا انديكيشنز؟ واعتقد ان دي المفروض انتوا حافظينها صم، حافظينها صم، ده احنا حفظناها زي اسامينا. ويلا بقى نراجعهم عشان يا جماعه قولوا بقى معايا وبحماس، اللي هو يعني ايه بحماس يا جماعه؟ يعني اقوم قايل ده انت لازم تبقى حافظها صم. انديكيشنز وانترفيرون في الاول. ايه الانديكيشنز؟ كانوا اربع حاجات. واحد ان يبقى عندك الهيباتيتس سي فيروس، واضح ولا مش واضح؟ اثنين كومبنسيتد ليفر سيروز. ثلاثه قلنا بناخد بايوبسي عشان نتاكد. امتى ممكن ما ناخدش بايوبسي؟ قلنا لو كان هو الجينوتايب رقم اثنين او ثلاثه. واضح ولا مش واضح؟ الانديكيشنز سهله ولو ان هي بتيجي في الامتحانات كتير قوي، وانا عندي احساس قوي جدا ان هيجي سؤال لوحده كده. انديكيشنز كونترا انديكيشنز اوف ايه يا جماعه؟ اوف انترفيرون. مين فاكر كونترا انديكيشن اوف انترفيرون؟ وازعل جدا. بس بصوا اول كلمه دي كومبنسيتد، انا عايزك تكتب دي كومبنسيتد. طب وتاني كلمه اجين دي كومبنسيتد ليفر سيروز، هي دي الكلمه المضيئه. طب وبعد دي كومبنسيتد قلنا بقى بعد كده لو تفتكروا كان كلام فارغ بقى اتنين بحرف البي اللي هما كانوا ايه يا جماعه؟ سايكولوجيكال وواحده حامل، ما ينفعش برضه ايه يا جماعه؟ وبعدين قلنا السكر والسرطان عشان نحفظها، لو انت حافظينها بالطريقه دي سهله. السكر ان كنترولد دايابيتس، مش عايز اقول السكر واسيبها مطبقه، انما عايز اقول ان كنترولد ايه يا جماعه؟ دايابيتس والسكر والصرع. وبعد كده قلنا ايه كمان؟ لو واحد عنده مشكله كبيره في القلب او مشكله كبيره فين؟ في الرئه، او كمان عنده مرض اوتو اميون. طب في كمان حاجه قلنا ايه بقى؟ لا رينال فيلير هايلي ابسوليوتلي كونترا انديكيتد بالنسبه للريبافيرين. يعني ما ينفعش قد ريبافيرين وهو عنده رينال فيلير. معايا ولا مش معايا؟ عندك رينال فيلير حتى ار وار، فيقول لك يا جماعه رينال فيلير يبقى على طول الريبافيرين ايه يا جماعه؟ كونترا انديكيتد. في حاجات ثانيه ممكن تخليني ما اقدرش ادي انترفيرون؟ اه طبعا، لو جيت اعمل سي بي سي لسه قايلين حالا بقى ولينا الوايت بلاد سيلز في الارض او لينا البليتلت دي يا جماعه قليله. فانا اعتقد ان دي حاله في مستوى الطالب ايه يا جماعه؟ على فكره الحاله دي برغم ان هي بسيطه جدا، لكن لما بتيجي في الحاله وبتبقى مذاكر تلاقي نفسك مش عارف تحل كويس، مش عارف لو انت مش ماسك خيوط اللعبه في ايدك. حالات الليفر كده، عارف بقيه البرانشات يا جماعه هتلاقي سهله، انما حالات الليفر تيجي تحلها حتى لو انت مذاكر تلاقي جاب نص الدرجه في الاخر. فهو عشان كده الليفر خد بالك احنا لازم نثبت. وعشان كده كل الطلبه يخرجوا من حالات الليفر بالذات حلت الحاله في قد ايه؟ يقول لك مثلا حلتها في 50 صفحه. هو حلها في 50 صفحه ليه يا جماعه؟ ما هو ما دام مش عارف بيفضل يالف بقى، وفي كل سؤال يقوم كاتب منهج الايه؟ هي حاجات معينه بس اللي انت هتكتبها اللي انا قلتها من شويه. اذا الحاله دي فيما فيها مشكله؟ اذا اي هيباتيتس سي عرفنا الاساس اللي احنا هنمشي عليه، عرفنا الجوية اللي هنديها، عرفنا امتى نديها وامتى ما نديهاش، وعرفنا كمان الدياجنوزس. الجرعة بتاعت الانترفيرون يعني هقول لك الفترة مثلا ما انت عارفينها لمدة سنة. المونيتورنج مثلا اكتبه برضه اللي هو انت بتتابع ازاي؟ تتابع السي بي سي، تشوف الحاجات اللي احنا قلناها كده، تتابع حتى الجنرال مانيفستيشنز، تتابع مثلا خد الدواء وبعد كام شهر ولسه ما خدتش مثلا وقف الدواء بقى خلاص. معايا؟ ففي حاجات اللي هي الدوزز بتاعت الانترفيرون لازم تعرفيها برضه، يعني اعرفي حتى المده الزمنيه. بصي اكتبوا ماشي، اكتب الدوز ما اكتبتهاش بس قولي الدوزز لمده سنه على الاقل، لان النوع اللي عندنا في مصر لمده سنه. حلو الكلام؟ طبعا لونج اكتنج انترفيرون بنديه فهو مره في الاسبوع، يعني اكتبي مره بس واحده في الاسبوع كذا، عرفتها الامور سهله. فهو الديوريشن 1 يير، هو المفروض الانترفيرون بيبقى 9 شهور، بس في مصر لان النوع اللي عندنا بيبقى رخم شويه فيقول لك ايه يا جماعه؟ لمده على الاقل سنه. واضح؟ بس طب المهم دي اول حاله. لا نستغل الحاله في ايه كمان؟ ان ممكن يجي سؤال نظري، يجي سؤال نظري يقول لك ايه بقى؟ indications كونترا indications اوف انترفيرون. هي دي اهم كمان من دوزس هنا، لازم تتحفظ الصمت. واضح ولا مش واضح؟ ندخل على الحاله الثانيه وما زلنا في مستوى الطالب ايه برضو؟ الطالب لقطه زي ما هنشوف دلوقتي. قال لك واحد عنده 17 سنه، عيل صغير عنده صح. هو على فكره يقول لك عيل صغير 17 سنه على طول لو هي حاله ليفرز على طول بتفكر في ايه يا جماعه؟ في اكيوت هيباتايتس. معايا ولا مش معايا؟ على طول كده يعني انت احفظها. عيل صغير 17 سنه شك على طول في ايه؟
في أكيوت هيباتايتس. المهم نكمل الحالة بقى. بيقول لك 17 سنة معايا وجه بيشتكي من ايه بقى؟ فيفر، انروكسيا، بوميتين، وقال لك ان الكونديشن ستارتد 4 دايز بيفور، يعني الحكايه دي بدات عنده من ايه يا جماعه؟ من حوالي 4 ايام. حرف مستوى الطالب مش الطالب الاخطر ده، الطالب الاي كيو ده حاضر، ودي على فكره بتيجي وتقريبا جت سنه قبل فاتت او حاجه زي كده، يعني حاله هايفه قوي. بس هي برضو الاسئله اللي عليها ممكن تنقص فيها وتعرف تشخص الحاله. الحياه مش بس تشخيص حاله، الحياه مانجمنت للحاله. يعني هو هنا بيقول لك واضح ان هو 17 سنه وعنده ايه يا جماعه؟ فيفر وانروكسيا وفوميتنج، وقال لك ان المسائل بدات من 4 ايام. المهم قال لك اسوشيتد ويز رايت هايبوكوندريال بين، يعني اللي هو ده ناقص تفتح ورقه الاجابه تلاقيها على فكره يا حبايبي الحلقه كيوت بايتس. المهم يعني قال لك رايت هايبوكوندريال بين، المهم قال لك نوت ريليتد تو ميت. حلو الكلام. وبعدين قال لك بقى نوت شينج الباول هابت ماشي. هيز مذر قالت لك ايه بقى؟ قالت لك ان هو ان هي لاحظت ان عنده تي كلر ديورين، معنى طبعا تي كلر ديورين بالمناسبه في الجوندس. قلنا لما تلاقي اليورين غامق يبقى هو ايه او ايه؟ طب ما تيجي بقى تيجي نعكس السؤال، ما هي نوع الجوندس الوحيد اللي لون اليورين مش غامق؟ مش غامق كان الهيموليتيك. يبقى في الهيباتوسيلولار والاوبستراكتيف بيبقى منه يا جماعه؟ يبقى غامق، صح ولا غلط؟ يبقى هنا كل الطرق تؤدي الى روما اكيوت هيباتايتس. فالمهم بتقول لك ان لون اليورين برده كان بيبقى كان غامق، لاحظت ان هو غامق. المهم عرف لك بقى نو بريفيس يا جماعه، ميديكال ايلنس اوف دراج انتيك. لا يا جماعه الكلمه دي ما ينفعش نعديها كده، لان لازم تعرف عشان تقفل الدرجه. مش لازم في كل حاله يجي يقول لك ونو هيستوري اوف دراج انتيك معايا، بس انت لازم تعرف اي واحد عنده هيباتايتس لازم في كلمتين مهمين قوي، السن وهنا السن في اتجاه ايه؟ الاكيوت هيباتايتس. والحاجه الثانيه نو هيستوري اوف ايه يا جماعه؟ دراج انتيك. يعني ايه الكلام ده؟ ساعات بيجيب حاله ويقول لك ايه الاسئله اللي انت تسالها للعيان ده عشان تاكد التشخيص. الاسئله ما قالكش ايه الانفستيجيشنز، فمن ضمن الاسئله لازم طبعا تقول له انت سنك كام سنه، ما خلاص انت شايفه. انما السؤال المهم خدت ادويه ولا ما خدتش ادويه، يعني لازم الحته دي نتعلم حتى لو ما لهاش في الحاله. انا لازم اقول عشان الاسئله لازم ازود اسئله اللي هو انت خدت ادويه قبل كده ولا لا، لان في ادويه كتير جدا بتجيب ايه يا جماعه؟ بتجيب جونز. فالمهم بقى بيقول لك وهو ما خدش ادويه قبل كده. قال لك الاكزامينشن التمبريتشر عاليه شويه 38، البلس 120، بلاد بريشر نورمال، عنده جوندس. ابدومينال اكزامينشن طلع ايه بقى يا جماعه؟ تندرنس في الرايت هايبوكوندريام، هيباتوميجالي. مش احنا على جونز ممكن تعمل انلارج تندر ايه؟ تندر ليفر بلو مش عارف 5 سنتي. المهم بقى نوز بلينوميجالي نو اسايت. قال لك الانفستيجيشن خد بالك دي حلقه كيوت، شايف الاي اس تي والال تي قد ايه؟ الال تي 2650، واللي هو الاي اس تي ده احنا قلنا ممكن يتضاعف اكتر من 20 ضعف. المهم بقى التوتال بنروبن 5، الاندايركت مش عارف كام 2.10. طبعا ايه البوسيبل دياجنوزيس هنا يا جماعه؟ طبعا هذه الحاله تشخيصها هيبقى ايه؟ هيبقى اللي هو في مستوى الضغط اكيوت هيباتايتس. ايه اللي خلانا اقول اكيوت هيباتايتس؟ قلنا الحصه اللي فاتت بنحل الحاله ازاي يا جماعه؟ انت مش هتكتب له اكيوت هيباتايتس وبس، هتقول ايه الحاجات اللي خليتك تقول كده؟ ايه بقى الحاجات؟ هتكتب داتا ويز، اللي هي داتا ويز، اللي هي داتا ويز اللي هنا اللي هي ايه يا جماعه؟ اول حاجه السن، ثاني حاجه انه جوندس هنجيبها من الحاله، ان هو جوندس وعنده وجع فين يا جماعه؟ فرايت هايبوكوندريا، وان هو عنده انوركسيا ونوزيا وايه؟ وفوميتنج. والكلمه المضيئه لازم نكتبها ونو هيستوري اوف دراج ايه يا جماعه؟ اوف دراج انتيك. انا جايب كل ده من الحاله، بس بدل ما اكتب له اكيوت هيباتايتس واسيبه وامشي، انا بقول له انا اخترت اكيوت هيباتايتس، يبقى عامل السن، عامل الدراج انتيك، عامل كمان المانيفستيشنز اللي عنده. سهله ولا صعبه؟ سهلة قوي. ايه؟ والله مش بس هنا غالبا موست بروبابلي ممكن تبقى خلاص ايه؟ بس هنا بينه وبينك انا ما قالكش مكان بره ولا اي حاجه، بس هو واضح هو ايه يا جماعه؟ بس فهي اكيوت هيباتايتس. المهم بيقول لك بعد كده بقى طب ايه الانفستيجيشن اللي نطلبه تو كونفيرم دياجنوزيس؟ وقلناها على فكره الحصه اللي فاتت، وقلنا اول واحد اي واحد عنده اكيوت هيباتايتس ولما يجي يقول لك ايه الانفستيجيشن اللي كونفيرم الحكايه دي ايه هي؟ كان في كلمه مهمه قوي اللي هو اميونوجلوبولين، فاكرين هيباتايتس ايه فيروس؟ اه ده عشان ناكد الهيباتايتس ايه فيروس، اميونوجلوبولين ام ولا جي؟ قلنا حاجه ريسنت يبقى ام، اصل ام اختصار لكلمه ايه؟ انا عايز الاجابه على بتشال او الام مودرن، انما جي اللي هي ايه يا جماعه؟ قديم. انما قلنا الاجابه العلميه بقى ام اللي هي مظهر، انما جي اللي هي ايه؟ جراند مظهر. فانت بتشوف حاجه لسه جديده يبقى على طول هتكتب ايه يا اولاد؟ اللي هو هيباتايتس ايه فيروس اميونوجلوبولين ام. واضح ولا اي كلمه دي؟ بس هو اللي ايه يا جماعه؟ هي المهمه. هو ايه؟ كده انت عشان تتاكد من تشخيص ان انت هل هو ايه ولا مش ايه؟ لان موست بروبابلي هتطلع هيباتايتس ايه؟ تطلع هيباتايتس ايه؟
بعد كده بيقول لك الايجيل طبعا التريتمنت خلاص بقى في مستوى طارئ الحراره الجنزبيل، لان التريتمنت بتاع الهيباتايتس بيبقى ايه يا جماعه؟ كونسرفاتيف تريتمنت. واضح ولا مش واضح؟ يبقى اظن الحالتين دول حالتين سهلين، بس برغم انهم سهلين بس ساعات في الامتحان لما تدخل تفضل تهرتل في الامتحان. هو الاجابات لازم تبقى محدده كده، سهله ولا صعبه؟ اعتقد ان هي سهله. ليه؟ اه هو ده بس اللي هو ده اهم واحد، يعني ده اصل دي حاله الهيباتايتس واضحه، فهو ده بس عشان نتاكد من الايه؟ التشخيص ده. لان هتقول اي حاجه ثانيه ما هو قال ومش معقوله حلقه كيو تاخد بايبسي تاخد بالك، فبس هتعمل الحاجات دي. هو قال لك ولا عنده اسايدس ولا عنده سبينوميجالي ولا عنده اي حاجه، فهي الكلمه المهمه هنا هتكتب ايه؟ اللي هي بس الاميونوجلوبين الام هيباتايتس ايه فايروس. الحاله بقى اللي بعد كده صعبه شويه، بدانا بقى ندخل في الحالات اللي هي يا جماعه الغامقه شويه، والحاله دي ما حد يعني لما نشوف كده يعني عايز كنتوا تشخصوها او نحللها مع بعض واحده واحده. خدوا بالكم الحالات اللي في الاخر كل ما نتعمق في الحالات اكتر كل ما كلامها هيقل، والمفروض انتوا اللي تقولوا لان الحالات بتتكرر زي ما هنشوف دلوقتي. فانتوا اول حالتين انا قلتهم، الحاله الثالثه هنحللها مع بعض شويه. قال لك ايه بقى؟ قال لك 30 سنه. حلو كلام، واحده ست عندها 30 سنه. يعني قدكم تقريبا في السن. وعندها جت ايه يا جماعه؟ بتشتكي من ايه بقى؟ اسعى على فكره الحاله دي كومن قوي. ممكن تيجي لانها حاله فعلا كومن بالذات الست المصريه، يعني هي الست لما تحس الحاله دي بتشرح الست المصريه مش الست الهولنديه اللي زي ما شفتوا بقى الست الهولنديه عامله ازاي. بيقول لك ايه بقى يا جماعه؟ او البرازيليه ولا الاسبانيه حتى المكسيكيه. ده ده كان في ده امبارح اه والكوستاريكيه ده مدينه يا جماعه ده احنا عندنا في مصر ايه؟ بيقول لك ايه يا جماعه؟ 30 سنه او رقم سنه 12 30 سنه. بيقول لك واحده ست عندها 30 سنه ايجيبشن وومن. حلو الكلام. راحت بتشكي من ايه؟ راحت قالت لك ايه بقى؟ قالت لك بتشكي من ابر رايت كوادرانت ابدومينال ديسكمفورت. يعني عندها وجع في يا جماعه واحده ست 30 سنه او جات لك العياده قالت لك عندي ايه؟ وجع في كبدي رايت هايبوكوندريا معايا. والمهم بقى لها شهرين، بقى لي شهرين يا دكتور جنب اليمين ده تعبني او قلقني شكوى كومن جدا على فكره. وبعدين بتقول لك ايه بقى؟ وبعدين بشتكي اه بقيت بتعب بالاقل مجهود ست مصر بالظبط اللي هو مثلا ايه يا جماعه بتعب بسرعه دي. وبعدين قالت لك ايه بقى؟ نو هيستوري اوف ابر او لور جي اي تي مانيفستيشنز. يعني هو كانه بيقول لك خد بالك ان ما عندهاش ايه يا جماعه ولا لور ولا ابر جي اي تي مانيفستيشنز. ماشي. وبعدين باي اكزامينيشن طولها كام بقى؟ 161 سم. وزنها كام؟ 83. تلاقي طالب بيقرا هو طلع 61 دي حاجات اسرائيلي ماشي وانا اعرفها ان انا طبعا. يبقى هو كاتب لك الكلمه دي ليه؟ هو كاتبها عشان تصل الى ايه يا جماعه؟ ان هذه الست اول كلمه انها اوبيز معايا؟ لان اصلا حتى بقى لو انت عايز تكتبها بقراءه علميه في الامتحان اكتب بقى البيزا الميتابوليك اندكس بتاعها كام؟ الا بالمناسبه بتاعها يبقى كام؟ يعني لو انت عايز اه ما انت ممكن لو طالب محدود ماشي جنب الحيط يا جماعه هيكتب الست دي اوبيز 161 سم وزنها 83 كيلو. في واحد بقى هو هتقسم 83 على 1.6 في 1.6 حتى انت ممكن كل واحد يقول البيزا الميتابوليك اندكس بتاعه اللي هو بتعمل ايه يا جماعه؟ تقسم الوزن بالكيلو على مربع طول، مربع طول اللي هو كام هنا؟ المتر طبعا. يعني 1.6 في 1.6 ثلاثي امبارح عارفين الكلام ده ولا قاعدين في الحياه؟ يبقى 36 كام؟ 83 على 1.6 في 1.6 تطلع بيساوي كام؟ 32 معايا؟ فتطلع بيساوي تقريبا 32 صح ولا غلط؟ يعني لو انتوا طبعا مش عارف تحسبوها بالسرعه دي لان طبعا في فتره صحفيه هائله بيني وبينكم، يعني ممكن يبقى معاك على حسبه صغيره كده تقوم قايل انه بيزل ميتابوليك اندكس كام يا جماعه؟ 32. هو الخطر امتى؟ يعني هو امتى تبقى انت اوفر ويت؟ مجرد اوفر ويت بس كام؟ اللي هو 25 اللي هو 25 معايا؟ اللي هو اوفر ويت. انما اوبيس يبقى فوق ايه؟ فوق مثلا حوالي 30. طبعا 40 ده الخطر بقى اللي هو سيفير اوبيستي. انما الشعب المصري كله اعتقد هو ايه؟ 30 في الرينج ده يعني معايا؟ فوق ال 40 ده اللي هو سيفير يا جماعه؟ سيفير اوبيس. فهي هنا تعتبر كام؟ 32. اه والله مش وحشه على فكره 32 تعتبر حلوه بالنسبه لان هو احنا بنجيب واحده سويسريه ده لسه سويسرا ما لعبتش. احنا لسه مش في سويسرا، كل اللي بنشوفه ده لسه ما دخلناش في سويسرا، لسه هنشوف النهارده؟ اه صحيح ده النهارده سويسرا، طب يلا عشان نخلص. هو ايه؟ زي الحصه كنت مش فاكر فين مع ناس زمان فكنت اه داخل حصه معاك عشان تعملها. بقول لي انا انت بتشجع المانيا؟ اللي هو بتاع المانيا واقف كده في كاس العالم فقلت بقى ايه؟ تيشيرت المانيا وداخل. قلت له بقى القضيه مش قضيه المانيا، ما بشجعش المانيا، بس عشان انا قلت انا شبهي اقرب لمين؟ مش تيشيرتات ما اعتقدش انا ما اعرفش اصلا التيشيرت بقى شكله ايه؟ فقلت اخش بيه فانا اقرب لالمان اكتر يعني فقلت لك بس المانيا عشان حتى لو حد شافني اقول لك ده واحد. بالنسبه لكم ممكن تجيبه انت عارف التيشيرت بتاع مين؟ ممكن غانا. ممكن غانا او كنت بره هيبقى برضه غريب. المهم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك وزنها 1 كيلو جرامين طولها 160
بقى هي اوبيس. حلو كلام. بلاد بريشر هي 25 على 80. يعني مش قادر اقول ضغط. ضغط ليه؟ هي 25 80. طيب البلس 88، درجه حرارتها 36 وايه و8. ابدومينال اكزامينيشن، ركز بقى. اولا هيباتوميجالي سوفت. حلو كلام. هيباتوميجالي سوفت في واحده اوبيس وهو مركز لك قوي على البيزا الميتابوليك انجلز، يبقى تبدا تشك ان الحاله. يا جماعه اللي انا قلت لكم احنا في البدايه، يعني انا الحاله دي لو ما جتش انا اصوم 3 ايام فعلا يا جماعه، والله وعلى كل واحد فيكم، ده انا بصوم رمضان بالعافيه، اصوم بقى جوه كل ده والله فعلا. لازم الحاله دي تيجي، ما ينفعش السنه دي بالذات ما تجيش، اللي هي نون الكوهوليك فات ليفر ديزيز. لان يا جماعه المصريين كلهم كده خلاص بقى، الهيباتيتس سي اتهرس في مليون فيلم قبل كده وخلاص، ابو عاطي خلاص ربنا كرمه وهيعمل ايه يا جماعه؟ علاج للهيباتيتس سي، فمش هينفع يجي بقى، نقوم جايبين له ايه بقى؟ عشان ابو عاطي يبدا يشتغل من دلوقتي عليه نون الكوهوليك فات ليفر ديزيز. حلو الكلام؟ فقال لك ايه بقى؟ قال لك هنا الليفر طبعا هيباتوميجالي، وبعدين يا جماعه الست المصريه، اي ست مصريه بتبقى كده على فكره، هيباتوميجالي وبيبقى عندها ايه شويه دهون على الكتف. المهم وسوفت وكلام من ده ونوت تندر ماشي. اللاب بقى قال لك الفاستنج بلاد جلوكوز 118. طبعا الفاستنج 118 دي انتوا عارفين بقى هو الفاستنج نورمال كام؟ من 70 ل 110 صح ولا؟ بس لازم على فكره تقولي لي من 70 ل 110 ايه؟ لان في الام اس كيو بيتلاعب بيك بالاسلوب ده، هو الفاستنج من 70 ل 110. حلو الكلام؟ طب امتى تبقى في كرايتيريا اوف دايابيتس لو الفاستنج اكتر من كام؟ 126. طب من 110 ل 126 ده يبقى ايه بقى؟ حاجه كانوا زمان بيسموها بري دايابيتس، انما دلوقتي بيسموها ايه؟ ما هو ما ينفعش انا افول عليك اقول لك تعالى هنا ده انت عندك بري دايابيتس، اللي هو بري دايابيتس اللي هو من اول ما اتولدت لحد ما هيجي لك سكر، اللي هم من اول 110 ل 126 هم يسموها ايه؟ امبيرد فاستنج جلوكوز. يعني امتى انت هيجي لك سكر؟ بس حاول ان احنا ايه يا جماعه؟ نبدا نشوف بدل ما هيجي بعد سنه لا خليها سنتين ثلاثه 10 سنين وهكذا. معايا؟ امبيرد ايه يا جماعه؟ يعني السكر عندها مش متظبط. ما انا قلت لكم معظم برضه ايه يا جماعه؟ مش عايز اقول الست المصريه عشان ما بقاش جاي عليكم، يعني المواطن المصري عموما، المواطنين المصريين كلهم كده يعني برضه بيبقى عندهم ايه؟ اوبيس شويه وعنده فات ليفر وعنده سكر. ايه يا جماعه؟ مش لدرجه سكر، انما امبيرد فاستنج جلوكوز. الا بالمناسبه في الام اس كيو، عشان بقى انتوا قلتوا من 70 ل 110 وسكتوا، ما في الام اس كيو هتلعب فيك بقى ليه؟ لانه ممكن يجي يقول لك ايه يا جماعه؟ ممكن يجي يقوم قايل لك ايه؟ بدل ما يقول لك من 70 ل 110 مللي جرام برسنت يجيبها لك بالملي مول. لان خد بالك ان الجماعه الامريكان ماشيين بالملي جرام برسنت، الجماعه الانجليز ماشيين بايه بقى؟ بالملي مول. احنا عندنا في مصر اللي هو شويه كده وشويه كده، هو بيفتح كتاب امريكي يجيب منه شويه اسئله، وبعدين كتاب انجليزي بيجيب ايه يا جماعه؟ شويه اسئله. فهتلاقي سؤال بالملي جرام برسنت وسؤال بالملي مول، فانت لازم تحفظ الاثنين. هو انت بتعمل ايه بقى عشان تقسم؟ عشان تحولي، عارف حصل تحويلات اللي كانت بتاعت الله مربى في سنوات تلاقي؟ كانت ازاي نحول من كيلو جرام لملي مول نقسم على 18؟ فاللي هو مثلا هنا 126 ملي جرام برسنت عشان يبقى عندك سكر، 126 على 18 تطلع بتساوي كام؟ سنه نحسبها لان انا اسرع منكم في ال 126 على كام؟ 18 تطلع بتساوي كام؟ 7. 7 في 18 116. واضح ولا مش واضح؟ فهي تحفظ الاثنين اللي هو ايه؟ 7 عشان يبقى اكتر من عشان يبقى سكر يعني. هو اي حد عنده فاستنج بلاد جلوكوز عالي يبقى عنده سكر؟ اصلا السؤال تخليه تقول لا. طب امتى يبقى عنده سكر؟ طب انا هقول لكم على حاجه، طب لو قسته مرتين ولقيته عالي يبقى عنده سكر ولا لا؟ لا يبقى عنده سكر. انا حافظ انت كل حاجه تقولوا لا لا يبقى عنده سكر. على فكره دبليو اتش او قالت لك كده، واحد قست له الفاستنج مرتين يبقى عنده سكر. طب سؤال، لو لقيت الفاستنج مش عالي يبقى هو ما عندوش سكر؟ تروح مش شرط، ده تلتين عيانين السكر عندهم الفاستنج ايه؟ الكلام ده انا بقوله بقى في الاندوكراين يعني. المهم بيقول لك تعالى نكمل الحل. يبقى خلاص بقى قال لك الاكزامينشن نوت تندر مش عارف ايه، لاب بروفايل فاستنج بلاد جلوكوز 118 اللي هي امبيرد فاستنج جلوكوز، الاي سي تي عالي 60، ال تي 70. معايا؟ على فكره الارقام هنا مش واقعيه يعني، هو برده ايه يا جماعه؟ المفروض الاي سي تي يبقى اعلى شويه بس ماشي. وبعدين قال لك الجي اللي هي جاما جلوتامايل ترانسبيبتايدز، قال لك كام بقى هي؟ قال لك هنا 80. هي المفروض الطبيعي تبقى كام؟ جاما جي تي الطبيعي المفروض تبقى كام؟ لحد مش فاكر لحد 40، المفروض تبقى لحد 40 مثلا. هنا هي عاليه، هي هل جاما جي تي مهمه يا جماعه؟ معظم الطلبه ما بيذاكروهاش. ايوه، لان خد بالك بقى ان في ناس بيبقى عندهم الالكلاي فوسفاتيز عالي. طب ما هو الالكلاي فوسفاتيز بيعمل في الليفر بس؟ لا، في الليفر او في البون. ساعات يجي في الام اس كيو يقول لك ايه بقى؟ لقيت الجاما جي تي لقيت الالكلاي فوسفاتيز عالي، يقول لك انت عايز تعرف هل هو بون ولا ليفر؟ الميتس ستيب ايه؟ يبقى لازم الجاما جي تي. فلازم تبقى عارف اهميه الجاما جي تي. ما هو واحد يا جماعه داخل عمل حادثه ومتجبس وعظمه كله متنيل بستين نيله، ما تلاقي برضه الالكلاين فوسفاتيز باله، هتلاقي عالش. انما هنا قال لك الجي تي 70 يبقى هي عاليه. معايا؟ اعرف احفظ بس الرقم ده لانها بتيجي في الحاله كتير الجي تي بزياده.
فالجاما جي تي هنا 80 يعتبر عالي لان النورمال يميل لحد 40 واضح. المهم بيقول لك بعد كده، وبعد كده الكوليسترول اللي 23 ال دي ال 153 طبعا 153 عالي، الاتش دي ال 32 كنا عايزينه اعلى من كده. في يعني برضو انا قلت لكم الحاله دي انا بقولها عشان نحللها مش عشان نحلها لان حلها سهل دلوقتي، انما عايزين نحط قواعد ثابته نمشي عليها. اقول لكم على كلمه، في اي حاله تجيلك في البطن في اي برانش، اي واحد اي حاله تجيلك في الامتحان ده واحد مريض معايا، فلازم تحفظ صغير كده تقول ان انت الهدف في العلاج. طبعا الكوليسترول مهم جدا، الهدف في العلاج في اي ايه بقى، في اي حاله سواء اندوكراين سواء كارديو طبعا مهمه جدا، سواء حتى هيباتولوجي، اي حاله من حالات البطنه تجيلك ويجيب سيره بس الكوليسترول او كده، فاكتب برضو يا جماعه من الحاجات اللي انا بهدف اليها في العلاج ان انا احافظ على ايه بقى، احفظ الكلمه دي، احافظ على ال دي ال اقل من 70 معايا، لان اي واحد عنده مصيبه مثلا لازم ايه يا جماعه، لازم ال دي ال يبقى اقل من 70 والترايجلسرايد اقل من 150. شفت يا جماعه، انت ممكن تبقى مذاكر قليل على فكره، بس بق زي ده تقوم كاتبه، ممكن واحد يبقى مذاكر كتير قوي بس مش في دماغه ان هو يكتب حاجه زي كده. احنا بنظبط الليفل الديسليبيديميا بنظبطها ازاي؟ لو انت عندك مصيبه في القلب، هنرجع نقول الكلام ده في كارديولوجي، او مصيبه في الاندوكراين، طب ما هو السكر بيعمل ديسليبيديميا برضه، او مصيبه في الليفر او مصيبه في الكليه، الكليه بالذات مهمه جدا. انا هدفي ايه في العلاج؟ ان انا ال دي ال اقلله عن 170. حلو الكلام؟ عن 70 سوري عن 70، والترايجلسرايد نقلله عن كام يا جماعه؟ 150. طب وال اتش دي ال؟ اتش دي ال ده الهيلثي كوليسترول، انا عايزه يبقى عاجي لمصلحتك، يبقى فوق ال 40 او 50 كمان. يبقى انت احفظها كده يا جماعه، جاب لك سيره كوليسترول في الحاله في اي برانش، هتقوم قايل الجول اوف تريتمنت ايه يا جماعه؟ انا عايز ال دي ال يبقى اقل من 70، الترايجلسرايد اقل من 150، دي ثوابت كده واضح، وعايز كمان الهيلثي كوليسترول يبقى اكتر من 40. المهم كمان الحاله واضح ان عندها ديسليبيديميا. المهم قال لك اتش سي بي انتي بودي اند الهباتيتس بي فايروس انتي بودي وير نيجاتيف، يعني هنا بيقول لك الحاله دي يا جماعه صدقتني لما قلت لك دي معظم الستات المصريات، لو الستات المصريه عادي جدا جدت ان عندها تقل فين؟ قالت لك يا ابني ده حاسه بتقل هنا في الرايت هايبوكوندريال، راح تعمل انزيمات كبد، لقيت انزيمات كبد ايه يا جماعه؟ عاليه. لازم هنا الدكتور يستبعد كومن كومن، يستبعد ايه عشان برضه نبقى قاطعنا الشورت في البسين، يستبعد الهباتيتس سي والهباتيتس بي، عمل الماركرز بتاعتها طلع ما عندهاش الكلام ده. تبدا تشوف بقى ده اوبيس وعندها كمان ديس ايه يا جماعه؟ ديس ليبيديميا، وعندها كمان امبيرد جلوكوز تورنس. اهميه الامبيرد جلوكوز تورنس ايه هنا؟ هنا في الحلقه دي. ايوه انسولين ريزيستنس، وكانه بيقول لك ان عندها اصل السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل نون الكوليك فاتي ليفر ديز از انسولين ريزيستنس. شفت بقى واحد بيقرا الحاله بدماغ، واحد عمال يقرا، اه والله الامبيرد جلوكوز تورنس وبيقراها كده وخلاص. انما الكلمه دي مهمه عشان اهم سبب هو فعلا الانسولين ايه يا جماعه؟ انسولين ريزيستنس. المهم بيقول لك بقى اللاب تيست ريزلتس اكسبلين، يعني قول كل حاجه حصلت فين. طبعا اللاب هنا بقى سهله، اللي هو فاست من الجلوكوز معنى كده ان عندها ايه؟ امبيرد جلوكوز تورنس. الموست بروبابل ديجنو طبعا بقى كل حاجه هتقولها، يعني الجي تي بتبقى اكتر من كام يا جماعه؟ هنا تعتبر عاليه لان النورمال لحد 40 مثلا. الالكلاين فوسفيز هو ما جابش سيرتها هنا بس ماشي. الموست بروبابل ديجنوز طبعا حاله دي تشخيص النون الكوليك فاتي ليفر ديز ليه؟ يعني انت هتكتب ديتا ويز ايه؟ كل اللي في الحاله ده ديتا ويز معايا؟ وطبعا تكتب تنوه وان هي ما عندهاش هيباتيتس سي ولا هيباتيتس سي يا جماعه ولا هيباتيتس بي، يبقى نون الكوليك فاتي ليفر ديز. قال لك هنا بقى السؤال هو لازم اجيب كل الفاليو هو ده هنا. بص مش شرط تقول، هو انت لو قلت النورمال يبقى كويس، بس على الاقل تقول عاليه ولا واطيه. طب سي انت مش حافظ، يعني انت مش عارف، ممكن وارد ان انت تبقى قيم مش عارفها، ولو ان احنا هتلاقي حتى فرع المراجعه في الاخر هتلاقي فيه كل القيم دي موجوده، يعني لازم تبقى بالذات في قيم معينه لازم تبقى عارفها معايا. لو انت مش عارف انت ممكن تتوقع يعني ايه حاله ليفر، وبقول لك مثلا جاما جي تي اكيد عاليه، يعني لو انت مش حافظ القيمه خلاص هتكتب جاما جي تي اليفيتد، يعني اللي هو بقى بس تستهبل في الحاله، يعني انت واخد بالك مش لازم اقول له القيمه النورمال يعني معايا. انزيمات يعني مثلا سي انزيمات كبد انا مش حافظها، بس اكيد ما دام حاله ليفر واضح ان هي ايه يعني يا جماعه، ان هي هتبقى عاليه. انا بقول سي لو انت مش حافظ، بس الارقام سهله يا جماعه، يعني نظبطه نسبته كده. مين يعرف يقول؟ هم ليه سموها سبوت ونسبته فاكرين يا جماعه؟ لما قلنا فاكرين من 5 ل 40 احنا مش عارفين اللي هو از جود، هم ليه سموه سبوت؟ اقول لك بقى لان هو لا انزيم موجود فقاسه في كل الناس، لان بيتراوح من كام؟ من 5 ل 40 عشان 4 بتل كده، فقال لك يبقى اسمه ايه؟ زبون. طبعا زبون مفيش حاجه اسمها زبودي، فاهم زود لك تيم بس كده، فقال لك عشان اللي هي تبقى من 5 ل 40 بس كده. وخد بالك الاسجوت اعلى شويه من الاسجبت، يعني مثلا خلي الاسجوت يعني هو تقريبا بيبقوا الاثنين نفس القيمه، هو تقريبا نفس القيمه معايا.
بس فهو من 45 فهو هنا 60 و70 فيعتبر طبعا ايه يا جماعه فيعتبر عدد. المهم بيقول لك الكلمه بقى المهمه المضيئه الايه كده نفس الوضع 40 اه ماشي يبقى كده 3 ذرات خلاص يبقى نثبتهم بقى 3 ذرات والجي تي برضو ايه يا جماعه جاما جي تي. طب استنى هادي الكوبليه عشان ما يبقاش حد ليه افضل. بص يا جماعه هادي الكوبليه اسجوت واللي سجبت سهله في قياسهم من كام يا جماعه؟ من 5 ل 40 خلاص سهله النورمال سهل. طب مين شاطر بقى يقول ومين كمان في الليبر فانكشن تيست برضو بيبقى عند 40 عشان يبقى بالمره بقى نحفظ الثلاثه اللي هو جاما جي تي. اهميه الجاما جي تي ايه بقى؟ ان هو بيؤكد الارجمان في الصدر وعالي هل هو الليفر ولا بون؟ يعني السؤال ده بيجي في الام اس كيو واضح؟ طب المهم انا بقى ما يهمنيش في الحاله دي، الحاله دي في مستوى طالب لحظه، لكن خد بالك بقى لما يجي يقول لك ايه الكلمه الشورس دايجنوزس، الكلمه المضيئه في الدايجنوزس هي كلمه ليفر بايوبسي. طب في كلمه ثانيه يعني انت النهارده لو لقيت واحده وعندها كده ايه الكلمه اللي غير اصلا؟ ممكن على فكره الشعب المصري مش سهل ابدا ان انت تقنعه ان انت تعمل ليفر بايوبسي. جرب كده تجيب واحد مصري وتقول انا هاخد منك عينه، طبعا صعب جدا لان طبعا في باد هيستوري اللي هي يا جماعه للبايوبسي ومش عارف ليه دايما العيان المصري يقول لك خد من اي حته اي عضو في جسمه بس كبدي لا، خد من عيني يعني خد عينك خد عين من عيني بس الليفر ايه يا جماعه؟ صعب ان انت تقنع واحده ست عندها 30 سنه هناخد عينه من الليفر دي معايا ولا مش معايا؟ فممكن ايه بقى غير البايوبسي؟ لان الشفا ممكن يقول لك كده، طب يا ابني لو الست دي ما رضيتش تعمل بايوبسي هناخدها بالاكراه؟ لا نعمل ايه بقى؟ مين بقى الكلمه اللي لازم هنا ام ار ار؟ مش عارفه انت صعب هنا بقى ام ار ار حلو الكلام؟ بس المهم بقى بيقول لك طبعا المانجمنت اللي هو بقى تغيير اللي هو تخس لايف ستايل مع اللي هو اقول بس المانجمنت اللي هو ايه بقى؟ لايف ستايل والاكل بتاعها والكلام ده انتوا عارفين، ولو ممكن تعمل حتى عمليه في بعض الناس لو اوبيس قوي هيعمل بقى عمليه كلام انتوا حطوه في الجراحه ده وانتوا عارفين. ايوه يا دكتوره بتقول بس هو خد بالك السؤال واضح طبعا هيبان بس هو السؤال واضح برضه ليك اضفت حاجه هل ما ينفع الالترا ساوند اعتمد عليه بس؟ هو ينفع على فكره يا جماعه الشغل حتى السوق بره مش لازم تاخد عينه، انما هنا السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشورس الادنوس. عشان كده لو انت فاكره بقى قلنا الدايجنوستيك كرايتيريا اوف نون الكوليك فاتي ليفر ديز. مين فاكر بقى يا جماعه؟ عايزين بقى طبعا انت شايف بقى نون الكوليك فاتي ليفر ديز كانوا في كام كلمه الاول؟ كانوا في ثلاثه واحد نون مش خامورجي، ما هو لو خامورجي هيبقى يا جماعه الكوليك، وتاني كلمه اكسكلود اي حاجه تزود الليفر انزايمز اللي هم زي ايه مثلا؟ اللي هو الهيباتايت وهو عمل كده في حاله. وتالت كلمه ايه بقى؟ ارجع لي الدايجنوستيك كرايتيريا، هل انا قلت الترا ساوند؟ لا ليفر بايوبسي. بس انا بقول لك بقى طب اللي قدام وارد دي في الشفه فعلا يقول طب هي مش عايزه تعمل بايبس الادق حاجه ام ار يعني دي ادق حاجه مكتب الادق الموست ايه يا جماعه موست امبورتنت واحنا وهتلاقي شوف او بص يا جماعه تعالى شوف شفت بقى ده والله مبسوط منه شفت الناس اللي بتاخد بالها يا جماعه في المذاكره كلنا ذاكرنا الموضوع ده حد خد باله من ليفر بايوبسي والام ار اي تحتيها خط حد خط طب بالذمه حد انت ركزت عليها؟ لا والله عامل لك بلوك اللي هو الام ار اي شفت الخط ده يا جماعه لو كل كلمه تبقى عارف هتحط خط امتى ومش كده مع ان كانت السي تي برضه والحاجات دي بس الام ار اي الدايجنوزس الايه؟ الاهم دكتور ليه؟ ما برضه هترفع الانزايمز ما هنقول هندخل في حالات هيباتوما دلوقتي بس خد بالك خد بالك من حاجه احنا قلناها قبل كده طب بلاش عشان ما تلخبطوش في الاكيوت ليفر سيفيليا قلنا اوعى ايوه تفتكر ان الالتهابات لازم تعلى لا ممكن ممكن تقل انا والليفر باظ برافو عليك اصل ساعات في الشفا ويصطادك في الحته دي بقى هو الاكيوت ليفر على فكره في الشفا بيصطادك في حتتين لما يحس ان انت طالب ايه؟ مهزوز مش داخل ماسك خيوط اللعبه كده مش داخل اللي هو الطالب اللي هو ايه انت لما بتبقى متمكن ممكن تبقى رخم سنه اه دكتور عايز ايه؟ اسال يلا خلص دلوقتي ده رخم كده يعني لكن لما بيلاقيك بقى مهزوز وطيب كده بيقول لك قول لي بقى هو الليفر الاكيوت طب بالمناسبه الاكيوت ليفر سيفيريا الليفر يكبر ولا يصغر بسرعه؟ يصغر ليه يا جماعه معظم الطلبه بيقولوا ايه؟ انا عايز اعرف ايه الفلسفه في كده؟ السؤال ده انا بتسال شفوي على فكره كل الطلبه يقول لك يكبر لا مش العادي على فكره يعني هو الخلايا اتدمرت فممكن ايه يا جماعه؟ هو يكبر ده لو فيه هيباتايتس انترميشا انت بتتكلم هنا اكيوت ليفر سيل فيلير سيفير جدا وعنيف جدا خلايا الليفر نفسها ايه يا جماعه؟ حصل لها دامج عشان كده قلت لكم ممكن انزيمات الكبد والبيلروبين في الايه يا جماعه؟ هي بتزيد بس ممكن تقل يعني ممكن تقل لو حصل سيفير ايه يا جماعه؟ سيفير دامج بقى المهم بيقول لك الحاله ندخل في الحاله اللي بعد كده سيبك من الحاله دي خش على الحاله 83 بعديها على طول 9 ايه؟ 180 دقيقة هسيبك هتلاقي حالات مكررة يعني يعني ممكن هتلاقي حالة تانية اوقع منها بعد كده بشوية. حالة بيقول لك ايه 49 سنة في ميل رحت الاي ار
complaining of ايه بقى؟ 4 weeks history of progressive abdominal swelling and discomfort. مبدئيا وانت بتقرا ممكن من اول سطر انت لسه اللي بيحصل في الامتحان ما دخلتش بتستهتر باول سطر. اول سطر ده مهم لان لازم تعرف الشكوى هي راحت ليه عشان ما تتوهش بعد كده في الحاله. هي اساسا راحت عشان بقى لها 4 أسابيع عندها ايه يا جماعه؟ بروجريسيف. خد بالك من كلمه بروجريسيف، ابدومينال سويلنج اند ديسكمفورت. حلو الكلام؟ طبعا واضح ابدومينال سويلنج هيبقى ايه مثلا في بطنها؟ ايه عيل ولا هيبقى بلود؟ اسايتس. يبقى اسايتس. يبقى هي كده عندها اسايتس. وخد بالك العمليه بروجريسيف مش اسايتس عاديه، معيارين الليفر كلهم ممكن يبقى عندهم اسايتس. المهم بيقول لك بقى شي هاز نو اذر جي اي تي مانيفستيشنز. ماشي، شي هاز نورمال ايه يا جماعه؟ شهيتها مستوى الطاقه على الاكل عادي جدا، نورمال باول هابتس. ماشي، ميديكال هير ميديكال هيستوري سيجنيفيكانت اونلي فور 3 ايه يا جماعه؟ الميديكال هيستوري ان هي ايه يا جماعه؟ 3 بريجنانسيز، اللي هو ايه يا جماعه؟ خلفت او كده 3 مرات. وان اوف ويتش واز كومبليكيتد باي اكس. يا على اللفه ده، شوف بدل ما يقول لك مثلا عامل حادثه عربيه قال لك ايه بقى؟ قال لك مخلفت 3 مرات وواحده فيهم نزفت. فخدت ايه يا جماعه؟ ايه اللفه دي؟ والله تصدق يعني لو انت عارف الامتحان المراقبه والراس قص قلت تصدق انت فيك قوي على فكره. ايه اللفه دي؟ اللي هو على طول ما تقول ان هي خلاص. فشوف اللفه الثلاث اربع سطور دول عشان ايه يا جماعه؟ اللي هو يقول لك ان هي اكسسيف بلاد لوس ريكورنج ايه يا جماعه؟ بلاد ترانسفيوجن. وقال لك هي اتجوزت من 20 سنه. في طالب بيقرا على فكره ما بقاش ركز، يعني ممكن كل اللي طلع بيه من الكوبليه ده كله ان واحده اتجوزت عندها 3 بنات. اه والله ان واحده اتجوزت عندها 3 عيال. ده ممكن يبقى بتقول بتنقلوا له ايه في الاخر؟ عندها 3 بنات. طب مهم بقى. اه وبعدين قام جاي في الاخر قال لك وهي متجوزه من 20 سنه ملهاش اي قيمه طبيعيه، يعني بعد ما قالت القصه دي. المهم يعني اون اكزامينيشن على فكره المسؤولين كتير قوي على فكره في بعض الحالات بتبقى جايه الهدف ده ان هي تعرف الطالب اللي ممكن تتوه الطالب. لان خد بالك برضو انت لازم تعرف ان انت لما تبقى دكتور ان شاء الله المشكله انت مش هتتعامل مع العينات اللي احنا مش واحده سويسريه تدخل عليك زي مش لا مش كده، انت هتتعامل مع العيانين المصريين. اشهر عاده سيئه في العيان المصري على فكره بيبقى احنا ما احنا دكاتره النهارده عيانين بكره نعيره مش عارف. فاسوء عاده فينا في جيناتنا كده اللك كتير والرغم تتفرج على 6 مصريه جايه تكشف عندك والله التوهك هتخليك تتجنن وانت قاعد. لو دكتور انا كنت قاعد امبارح قاعد بتفرج على مسلسل الساعه 7 دكتور كنت بكلم بنتي في السعوديه سد جوز بعيد عنك بقى ايه راحت ايه راحت بعيد عني راحت السعوديه عارف المسلسل قعدنا نتكلم وتفضل ايه بقى يا جماعه ولا اخت صغيره مش عارف سافرت وتفضل تحكي لك كده. فانت خد بالك العيان بيقول لك كلام كتير قوي شطارتك انك تلقط الكلمه دي يا جماعه المضيئه وبرده شطارتك ان انت طبع حد للعمليه دي مش لو تفضل بقى تلغي الله واحكي لنا بقى لا مفيش كده اللي هو الكلمه المضيئه وايه يا جماعه هو كده. على فكره اصل خد بالك من حاجه العيان لما بيروح يكشف عند الدكتور وانت على فكره لما تتعب بعد كده وتروح تكشف عند الدكتور هيبقى عندك المشكله دي. انت عارف اكبر مشكله بتقابل العيان ايه؟ اكبر مشكله ولازم انت كدكتور تبقى واخد بالك منها انه بيبقى خايف. لا مش ان هو عايز يتكلم مش ان هو فاضي فانا كمان اطلع اركب مع الدكتور لا هو اكبر مشكله بتعرف هتقابل ايه؟ ان العيان نفسه وانت ما تبقى عيان هتبقى كده ان انت خايف يبقى عندك حاجه وتنسى تقولها للدكتور. هي دي المشكله ان انت فعلا تبقى خايف وتفضل تفتكر وتبقى اه يبقى انا دكتور اه استنى افتكرت انا عندي كذا كذا. فانت بتبقى خايف يبقى انت عندك حاجه وتنسى ايه يا جماعه؟ تقولها للدكتور. عشان كده الدكتور الشاطر بيعمل ايه مع العيان؟ من اول كلمه بيحسسه انه عارف كل اللي عنده. ان هو عارف اه يعني ممكن تبقى حاجه هايفه مثلا او عندك كمان كذا وكذا ومش ساعات بتحسي ان انت معناها تبقى حاجه مالهاش اي اول ما تقولها تلاقي العيان استريح كده. اه شكله لا ده الدكتور ده عارف كل حاجه من غير ما اتكلم فيبدا يستريح. انتوا واخدين بالكم؟ ده اللي هو في علم الريأشورنس ازاي تتعامل مع العيان اصلا. فالمهم بيقول لك ايه هنا بقى؟ نكمل الحل. اون اكزامينيشن درجه حراره 37 يعني درجه كويسه. ماشي. البلس 88 بلاد بريشر 95 60 رفيعه جولدس التشيس والهارت نوع من نورماليتي قريب الابدومن ديستندد ما احنا قلنا بقى في اسايتس وذ مايلد ديفيوز تندرنس هايبو اكتف باول ساوند. لو نبقى حطوا الخط تحت الكلمه دي بس عشان هنعرف كمان شويه هايبو اكتف باول ايه يا جماعه؟ ساوند. حد يعرف يقول سببها ايه؟ مبدئيا هايبو اكتف يعني ليه هايبو اكتف؟ ليه؟ يا جماعه هايبوكالميا مش الهايب مش البوتاسيوم مش انتوا خدتوا قبل كده يا جماعه في النفرولوجي عملوا لي الكلام ده في النفرولوجي الصوديوم المخ والبوتاسيوم العضلات. طب البوتاسيوم لما يقل او يزيد ما هو بيأثر بيضعف العضلات بيضعف السموث ماسل يقوم يعمل ايه يا جماعه؟
فعشان كده هايبو اكتف سببها ايه بقى؟ في كلمه واحده هايبو كاليميا. انما بقى الميه والباركنسونيزم والكلام ده وان هي اتعبت شويه فجالها الكلام ده كله كلام ايه؟ المهم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك شيفتنج دارنس يعني عندها اسايتس مايلد بريفرال اديما. اسمع الانفستيجيشن بقى. الصوديوم كام؟ ده شوف الصوديوم هنا كام؟ 129. شاف البوتاسيوم كام؟ مش مكتوب والله. ما هو على فكره بقى والصوديوم برضه لما بيقل بيعمل كده برضه. ما على فكره على فكره مش لازم يقول لك البوتاسيوم مكتوب ولا لا. هو لوجيك واحده عندها سايتس يبقى بتاخد ايه يا ولاد؟ دايوريتكس. دايوريتكس بتعمل ايه اصلا؟ اربعه هايبو، هايبو ناتريميا وهايبو كاليميا. فهو كسل يكتب البوتاسيوم ماشي، بس هو عموما اي واحد عنده ليفر عنده ايه يا جماعه؟ هايبو كاليميا بتعمل له مشاكل بعد بتعمل. كانت الهايبوكاليميا كمان انا قلت قبل كده ما يصحش عيان الليفر يدخل في هايبوكاليميا لانها بتعمل ايه؟ ايوه انكفالوباسي. يعني القضيه مش قضيه هايبو اكتف مش عارف باول، انما انكفالوباسي. كان لثلاث اسباب بالمناسبه، بس انا مش عايز افضل ادخل كتير عشان الناس اللي مش مذاكره ما تتوهش مني. طبعا المذاكرين قاعد دلوقتي على التاريخ بقى كل حاجه. اه الهايبوكاليميا وباين في عينيك هايبوكاليميا. اه كانت بتعمل ثلاث حاجات واضح ان انت حاطينها صم واضح جدا كمان. المهم يعني سيروم صوديوم 129، الالبومين 2.8 قليل اهو، توتال بيلروبين 4. المهم يعني بقت الحلقه ايه يا جماعه؟ كلام فين؟ الحاله دي تشخيصها ايه؟ تشخيص الحاله ايه؟ واضح طبعا ان هي عندها ايه يا جماعه؟ ليفر سيروز. عندها سايتس، عندها ليفر سيروز. طبعا داخل فيها يا جماعه؟ اه مانيفستيشنز اوف ليفر سيروز. ما هي الليفر سيروز هنا بقى دي كومبنسيتد. يعني لازم تكتب يا جماعه مش ليفر سيروز وبس، عندها اسايتس. وشوف البيلروبين كام؟ شاف البيلروبين كام يا جماعه؟ فاكرين الحلقه اللي فاتت كان البيلروبين كام؟ ما يا جماعه لو قلت لكم اوعى في الحاله تكتب لي ليفر سيروزس بس كده، نحن في زمن قل فيه الدكتور الطيب. انما هتكتب دي كومبنسيتد ليفر سيروزس. ايه اللي خلاني اقول دي كومبنسيتد؟ اهو عندها اسايتس بدات تدخل بروجريسيف اسايتس، عندها البيلروبين كمان كام يا جماعه؟ 4. معنى كده ان البيلروبين عالي قوي، يعني دخلت كمان هتدخل في جوندس اهو، دخلت في جوندس وهي نفسها قال لك ان عندها جوندس. فالمهم قال لك ايه بقى؟ يبقى الحاله دي كومبنسيتد ليفر سيروزس كومبليكيتد باي الحاجه الشكوى الاساسيه اللي هي راحه بيها اسايتس. واضح ولا مش واضح؟ ممكن تلاقي بقى الحلقه يقول لك سبب الاسايتس ايه؟ مش مكتوب السؤال ده بس ممكن يجي يقول لك ايه البريسيبيتيتنج فاكتورز مثلا بتاع او ايه اسباب الباثوجينيزيس اوف اسايتس اللي هم كام حاجه بالمناسبه. بسرعه احنا قلنا حصه النهارده هيبقى اداء سريع وعايزين بس يا جماعه اداء سريع تساعدوني، يعني اقول الكلمه تقولوا على طول الباثوجينيزيس اوف اسايتس برضه الاداء مش سريع قوي. باثوجينيزيس اوف اسايتس على طول اللي هم ايه؟ رقم 1 رقم 2 رقم 3 ليله بكى فيها الكبد، ورقم 4 الدوسيرو، ورقم 5 النظريه الحديثه بريفرال اند ايه سكلانكليت بازوداليتيشن، ورقم 6 سبونتانيوس باكتيريا. رقم فاكرين بقى اولفا ومرات الدكتور فاكرين القصص دي كلها. ساعات يوم يجي سؤال في الام اس كيو يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ميكانيزم اوف اسايتس ان كيس اوف هيباتيك ان هيباتيك بيشنت اول اوف ذا فولوينج اكسبت. يقول لك ايه؟ 1 هايبو البومينيميا صح ولا لا؟ ما تيجي الغلط قوله هايبو البومينيميا. 2 بورتال هايبرتنشن. 3 السؤال ده جه قبل كده ناس اختاروا بورتال هايبرتنشن على اساس ان انا قلت فوق ما بيعملش ما بيعملش ايوه خالص فوق الكلاسيك فاكتور هو السبب الرئيسي يعني ازاي يعني ما بيعملش؟ زياده الالبوستيرو صح؟ زياده الانتي دايلوت هرمون لو انت بقى بتختار هنا يبقى الانتي دايلوت هرمون معايا؟ يبقى هو هنا يا جماعه الالبوستيرو الثلاثه بس انما الانتي دايلوت هرمون دي محمد ابو جنزه. المهم ما بيعمل نقطه بس هنا في عيان الليفر مش شرط يزيد يعني مش لازم ان هو يزيد قوي ما هو ده الخاص ده ماشي بس هو مش السبب الرئيسي يعني انما الالتوستيرون هو اللي فعلا بيزيد يعني الصوديوم عنده اوفر تنشن في الام اس كيو الثلاثه الالتوستيرون مش عايزه تقدر تخمم واخد بالك؟ على فكره في اسئله في الام اس كيو يا جماعه بتبقى الموست كومن يعني خدوا بالكم عشان كده الام اس كيو طلبه كتير بيجوا يحلوا تلاقيه حتى شاف الاجابه بس متلخبط في الاجابه لان يعني ساعات في الام اس كيو في كلام ممكن تكتبه في النظري لكن في الام اس كيو انت بتختار ايه يا جماعه؟ الادق معايا؟ يعني هنا اقل نظريه فيهم تفسر الاسايتس انت بتختارها. المهم بقى ندخل نقول لك بعد كده هذا العيان راحت فين الحلقه؟ بيقول لك السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ طبعا الدايجنوزس هنا خلاص قلنا ليفر سيروزس كومبليكيتد باي يا جماعه؟ لا 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 ليفر سيروزس هتاخد نص درجه دي هو هنا حتى عايزك تكتب دي كومبنسيتد ليفر سيروزس دي كومبنسيتد ليفر سيروزس. المهم بيقول لك بقى اللاب فايندنج اشرحها. يلا بقى نشرح بقى يلا بتوع الليفر يا ايه؟ ليه؟ بص يا جماعه سبب كل حاجه يا دكاتره سبب كل حاجه ما بتحصل ليه؟ بيقول لك اللاب فايندنج اكسبلين اشرح. اول حاجه في اللاب فايندنج يا جماعه يلا حد يقول بقى ويقول لي سببها ايه؟ لو البومين عشان كورونيك ديزيز فالليفر هو اللي يا جماعه هو الالبوم بيتكون في حته ثانيه غير الليفر؟ لا عشان كده الليفر باظ بس لازم يبقى مرض ايه يا جماعه؟ كورونيك. طب اسالكم سؤال اشوفكم بقى فاهمين ولا لا ما تتلخبطوش الالبوم بيقل في الاكيوت ولا لا؟ لا
لا لا بس يعني فرضنا ان التهابات فيلير الالبومين بيبقى ماله نورمال، لكن ممكن يقل لو المرض زود عن كام، لو المرض طول عن 3 اسابيع معايا ولا مش معايا. ده في دكاتره ليفر بتوع الليفر كده مخروط صغير، وانا قلت لكم قبل كده ويفضل يستدرك بقى في الحاجات دي. يعني هو اللي ايه يا جماعه بيتعامل مع اي حد ان يعني هتبقى انت فاهم قشور كده ان العيان غير، وفعلا دي حقيقه العيان بيبقى غير المرض اللي انت بتدرسه كتير قوي. المهم بيقول لك الالبومين طبعا عارفين ليه البروسترون بنطيم، عشان برضو ايه يا جماعه احنا قلنا الاثنين دول اصلا بنعملهم تؤسس الكرونيك ايه الكرونيك اكتيفيتي، واضح؟ طيب ليه بيحصل البيلروبين عالي ليه؟ معنى كده ان هو دي كومبنسيتد ليفر، خلاص الموضوع خلص. شفت بقى هايبوناتريميا ليه؟ عنده هايبوناتريميا ليه؟ عشان بياخد دايريت، عشان دايريت اصلا. طب عنده هايبوكاليميا ليه؟ برضه عشان الدايريت. طب عنده لسه قايلين هايبو اكتف باول سيمتومز ليه؟ برضه عشان الهايبوكاليميا معايا. طيب ليه عنده ثرومبوسايتوبينيا؟ مش شوف السي بي سي تحت عنده ايه؟ شوف السي بي سي كده ايه؟ هيموجلوبين 12 الام سي بي الام سي بي دي اللي هي سيل فوليوم او كورباسكولار فوليوم اللي هي بتساوي كام الطبيعي بتاعها كام؟ مين كورباسكولار فوليوم؟ احنا بنقول الكلام ده في الرد عشان برضه بس انا ايه؟ ما انا يعني بشوفكم برضه. المين كورباسكولار فوليوم اللي هو كام اصلا؟ اللي هو حجم الار بي سي زيه بيساوي كام لكام فيمتو ليتر؟ من حوالي 90، هو في المتوسط 90، هو من 80 ل 100. انا 102 يعني ماكروسيتك شويه. معايا؟ واحنا قلنا على فكره عيان الليفر ممكن يبقى مايكروسيتك، ممكن نورموسيتك، ممكن ماكروسيتك، وعارفين سبب كل حاجه فيه. واللي مش عارف هنعرف في البلد. حلو الكلام؟ فهو هنا بيقول لك بقى الار بي سيز قلنا خلاص الام سي بي ماشي قليله والبلتت قليله 78000 قليله، يبقى سببها ايه بقى؟ هنا يبقى واضح ان حصل ايه يا جماعه؟ هايبر سبلينيزم، والسبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل هايبر سبلينيزم از لما يجي بعد كده الحاله بقى اللي بعد كده تعالوا بقى ايه؟ ايه؟ الهايبر سبلينيزم السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل هايبر سبلينيزم هو البورتال هايبرتنشن. البورتال هايبرتنشن اصلا بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل سبلينوميجالي. هو مش كل سبلينوميجالي بيبقى فيه هايبر سبلينيزم، بس في حاله البورتال هايبرتنشن لا بيحصل فعلا هايبر سبلينيزم. بس دكتور تعتبر يعني بس هو الاكثر هنا قليل في الليفل قليل عشان هايبر سبلينيزم. ما هو الهايبر سبلينيزم بتحمل متوحش بياكل كله على فكره، مش شرط ياكل كله، هو ممكن ياكل بلاد فيسل معينه يعني مش لازم ار بي سي ممكن كده. ليه ام سي في هنا عالي سنه؟ ممكن لان ممكن يحصل ايه مثلا فيتامين بي 12 ديفيشنسي، لان فيتامين بي 12 اصلا بيتخزن فين؟ بيتخزن في الليفر اصلا. فحالات الكرونيك ليفر ديز ممكن يعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي حاجه في البقى. هنبقى نقول اللي هو بيعمل بجاله باس كاليميا فبتعمل ايه يا جماعه؟ ماكروسيت. لا ما هو بنسيتوبينيا ما هو عادي. ما هو انا بص يا جماعه لما يجي يقول لك هنا البريتت قليله في حاله ليفر، انت برضه بتكتب كومن سكومن يعني اللي هو هنا في الحاله دي. هو ليه البريتت قليله؟ بريتت قليله عشان هو عنده هايبر سبلنس. ليه هايبرز بالنسبه؟ لان الحاله دي الليفر سيروز، واي ليفر سيروز فيها ايه يا جماعه؟ بورتال هايبرتنشن. والبورتال هايبرتنشن اساسا بيعمل اول كلمه سبلينوميجالي عند هايبر سبلنس. وانا بشرح قلت السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل هايبرز بالنسبه ايه؟ حتى بالمره لما قلت لكم كل طحال كبير متوحش، صح ولا غلط؟ غلط. طب كل طحال متوحش كبير؟ لا برضه. عشان ايه؟ في مرض طحال متوحش بس مش كبير اللي هو الاي تي. دكتور اهم السؤال هنا دلوقتي البلاد بريشر والمايل بريشر كتير. لا ما هو عنده عيان الليفر اصلا يا جماعه، مش بس بيعمل اسايتس جنراليز قديمة، لانه عنده هايبو البومينيا الالبوم القليل. فالالبوم القليل اصلا بيعمل ايه؟ بيعمل اصلا جنراليز قديمة. هو عشان كده يا جماعه الالبوم لما بيعمل جنراليز قديمة اشمعنى بدات في البطن بقى؟ عشان البورتال هايبرتنشن. هنا وجود البورتال هايبرتنشن خلى القديمة تبان اكتر في البطن. لكن هو انت لو سبته كده العيان على طبيعته الهايبو البومينيا المفروض القديمة تبدا فين؟ المفروض كانت تبدا هنا تبدا تحت العين بالذات. مش خدت الكلام ده في النفرولوجي والسنه اللي فاتت في الاطفال؟ اشمعنى هنا؟ لان هنا كانت الحته دي الاستيك قوي. انت حتى ممكن تعمل كده لو شديت كده تلاقيها ايه تطلع في ايدك اهو. انت ممكن تعمل كده تلاقي لما شديت في حته ثانيه في جسمك تلاقيها جامده شويه. فهو هنا ايه اللي يخليها ما تظهرش في الجسم كله؟ تظهر اسايتس في الاول عشان البورتال هايبرتنشن، انما هذا لا يمنع ان في برضه اديمه ثانيه بريفرال اديمه والحاجات دي كلها. البلاد بريشر مان من فين قليل فين؟ ماشي. لان في هنا اولا فازو دايليتور ماتيريال، فازو دايليتور ماتيريال والدايلوكس اللي مفقودها والهايبوفوليميا برضه، لان بدا يحصل اديمه في كل الحاجات دي ممكن تعمل ضغط. لا هو هنا اصل في سؤال بيقول كده
هنا في سؤال قال لك كده، قال لك كل حاجه ليه بتشرح هي بتحصل ايه، لكن هو يا جماعه في الحاله العاديه يعني دكاتره لو مش محدد ركزوا معايا، لو مش محدد السؤال ده، انما هنا هو سالك سؤال يقول لك كل قيمه انت عارفها هنا حصلت ليه، انما وساعات يقول لك كل مانيفيستيشنز حصلت ليه، انما لو مش قايل انت بتكتبها بطريقه ايه، اللي هو بتقول التشخيص وانت اخترته ليه، ايه اللي خلاك تقول كده، فبتشوف الكلمات اللي في الحاله ودي سهله لانك ما بتقلبش حاجه، انت بتجيبها من ايه، بتجيبها من الحاله زي ما قلنا قبل كده، مثلا اكيوت هيباتايتس اللي خلانا اقول كده، قلنا ان هو واحد صغير وكذا وكذا وجوندس ووجع في المرايه الميتوكوندريا وكلام من ده. هو السؤال بقى الاهم هنا بيقول لك وات از يو، على فكره الاسئله دي بتضايق طبعا، يعني انت اصلا يجي يقول لك قول الانفستيجيشنز بتاعت الليفر، انما هنا بيقول لك ايه، احنا قلنا هنا بيقول لك النيكست ستيب، طبعا النيكست ستيب مش اللاب اتعملت، مش اللاب في الحاله دي كده تعتبر معموله، واخدين بالكم، يبقى على طول اي حاله ليفر ما ينفعش ان انت ما تشخصش الحاله الا لازم نيكست ستيب تبقى ايه يا جماعه، طبعا اللي هي هتبقى الالترا ساوند وبعد الالترا ساوند. هل هو هنا قال ده في سيره الهباتيتس، يعني هو عندها ليفر سيروزس ليه، انا استنتجت عشان هي تعرضت لايه يا جماعه، لا ترانسفيوجن، بس هو ما جابش سيره الماركرز خالص، يبقى روتينيات كده يا جماعه، لو واحده ست دخلت عليه هتعمل الترا ساوند عشان تشوف ايه يا جماعه، الاسايتس وتشوف الليفر وتكتب بقى الترا ساوند وتديتكت ايه، انتوا حافظين بقى يا جماعه الليفر وتديتكت ايه يا جماعه، كل ده هيتكتب في الامتحان بنسبه 100% بالمناسبه، وتديتكت الليفر سيروزس السايز اوف سبلين الاسايتس البورتال فين دايامتر، وبعد كده لازم تعمل ايه يا جماعه، وفي هنا اسايتس لازم تعمل اسبيريشن عشان تستبعد السبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس. بس هو السؤال وهو هنا جاب سيره الماركرز، هو خلاك انت اللي تستنتج عشان هي تعرضت لايه يا جماعه، بلاسترز فيوجن، لا 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 ده مش هستنتج بس بقى، يبقى لازم تعمل هنا كمان ايه الانفستيجيشنز بتاعه الهيباتايتس سي والهيباتايتس بي، طبعا المهم في مصر بس الاثنين موجودين فلازم تعمل الاثنين هيباتايتس سي وهيباتايتس بي. الليفر سهل في حالاته بس تكون عارف التفكير بيمشي ازاي، النمط التفكيري بيمشي ازاي، شفت ان القضيه مش قضيه مذاكره قوي، انما قضيه تحل ايه وتكتب ايه وما تكتبش ايه كده، في الحاله كده يبقى المشكله اعمل ايه، هو الدياجنوسس ورا مش كاتب بالجيب سيرت الليفر سيفير، هقول لك ايه، هقول لك ايه، ماشي ما هو اسايتس الوحيد على بورتال هايبرتنشن هو اللوب اكتيف، ماشي اصل هو في الشرط ما هو عروض اسايتس حصلت ايه، اصل ليفر سيفير ده ما اقدرش اقول مرض اسمه ليفر سيفير، يعني ما فيش مرض يا جماعه اسمه ليفر سيفير، ليفر سيفير ده اعراض مجموعه اعراض بتحصل في الليفر سيروز بتحصل في كرونيك هيباتايتس، انما مفيش حاجه اسمها ده عنده ايه، عنده ليفر سيلير كده، هو عشان كده هو عندها ايه ليفر سيلير ايه، لا لا مش حاجه اسمها كده اللي يجي ليفر سيلير بس الاكيوت ليفر سيلير بس فلما انت بس الحاله اللي بعد كده يا جماعه الحاله اللي بعد كده بشخصها يبقى جامد جدا بقى، ركزوا معايا على فكره في نقطه عايز اقولها يا جماعه في كيسز ودي انا بشوفها برضو من الطلبه، في الكيسز في بعض الطلبه ما بيعرفوش يحلوا حالات ليه يا جماعه، بيفكروا بطريقه مبالغ فيها، عارف اللي هو تحس ان هو مبالغ فيه، يعني ايه مبالغ فيه، يعني اللي هو نظريه المؤامره ده هو لا هو اكيد يقصد كده، لانه تلاقيه مفسر تفسيرات اللي هو الاصل لازم في الطب بقى، يعني مثلا ممكن هنا في الحاله اللي فاتت كان بيقول البليت قليله، المنطق بيقول ايه، المنطق بكل بساطه وسلاسه وفطره وبرده الاطفال في عينيك كان عنده هايبرز بالنسبه كل واحد تلاقيه كاتب، انا بديكوا فور اكزامبل يعني قاعد بقى يقول لك وممكن يبقى هو عنده اسوشيتد مع ديزيز تاني او ان هو مثلا نزف كتير قوي يفضل كلام ايه يا جماعه، هي حاله ليفر، يبقى المنطق بيقول ايه في كلمه واحده هايبرز بلينس خلاص خلص الموضوع، يعني الحاله الجايه اللي شخصها يبقى جامد جدا واخد جنين، والله العظيم ارجع في كلامي لان مش احمد موافق يرجع كده بلينس روز بامانه والله انا قلتها قلتها ليفر شكلك على فكره شفت الاجابه بقول لك انت جنب 62 سنه بالظبط ليه ليه حالات الامتحان بالظبط كده زي وبعدين في بص بص يا بنتي ده دي كمان كيس على فكره دي هي بالظبط بس انا خدي بالك في الامتحان اهم حاجه كلمه مضيئه يعني مش لازم يكتب كل ده يعني انا عايز اقول لك على حاجه انه مش شرط يكتب الحاله كده بالظبط ده كده كمان بتاخد منك وقت كبير قوي في الحاله بس لازم يبقى فيه الكلام المضيء يعني واخده بالك فهنا في البرايمري مثلا يعني هنحل الحاله دي واقول لك انت مجرد كلمه ايه تخليك تشخص
يعني مثلا هنا بيقول لك ايه، واحده عندها 62 سنه اولد فيميل، خد بالك بقى. طب نقف هنا وقفه، اي مرض اوتو اميون اتفقنا انه بيجي في الستات في سن كام بالظبط؟ اللي هو كام سنه؟ اللي هو كام؟ 30-35 سنه. في الفيميل اللي قدهم اللي هو كام؟ 30-35. الا البرايمري بيليار سيروس، هو بيجي برضو في الستات لكن ممكن يجي في سن ايه يا جماعه؟ في سن كبير. خدوا بالكم بقى من حكايه الام 40 برضو تعتبر ايه؟ لا ممكن يجي عادي 50 و55 و60. هنا الحاله بيقول لك كام سنه؟ 62 سنه. فلازم تاخد بالك الحته دي على فكره ما تعديهاش كده، لان ممكن تلاقي واحده ست كبيره جايه فانت تشك ان اوتو ميون، وبعدين تقول ايه؟ لا ده مش معقول اوتو ميون، ده السن الذهبي للاوتو ميون ايه؟ 35. لكن في البرايمري بيليار سيروسس اللي مذاكر بقى التركيز قوي يرجع يلاقي في السن، حتى مكتوب ايه يا جماعه؟ سن الميدل وفي الاولد كمان. يعني ايوه بالظبط كده، انما في ناس ممكن ما تاخديش بالك منها، لا هي اولد. خد الجراب القران اصلا شكلك مش شعبي. 62 سنه اولد فيميل، راحت المهم الكلينك بتقول لك ايه بقى؟ 8 شهور هيستوري، يعني كلمه زي دي اصلا ليفر وبروفنسس، على طول انت اتجاهك راح بليرش. يعني ده على طول، يعني ده اصلا فدي انا مجرد يعني ممكن اصلا ما اكملش الحاله، هو خلاص بروفنسس. الا بالمناسبه الهرش كان بيبقى فين؟ في البطن ولا شعرها ولا في عينيها ولا في البطن وصول؟ البطن وصول، اللي هي تلاقي واحده ست وعماله ايه؟ حتى وهي بتكلمك في العياده او في المستشفى وهي بتكلمك تقول لك ومش عارف ايه، وتبص تلاقي عينيها ممكن صفرا ممكن مش صفرا، وتبدا تلاقي بتهرش فيها يا جماعه، طول ما هي قاعده بتهرش في البطن كده. المهم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك برايت شي هاد لوز موشنز فور ذا باست 4 ويكس، ومتعبه وعندها فتيج. على فكره ده بالظبط نفس التفتيج. انت عارف يا جماعه انا بحب اقول الطلبه اللي هم مين؟ اول ما اقول برايمري بيليار سيروسس، بس انا يا جماعه برضه حاسس ان انتوا لسه ما وصلتوش للدرجه دي للاسف. يعني انا متعود وانا ادخل مراجعه الاول برايمري بيليار سيروسس بس، وتلاقي ناس قاعده بتتكلم لها خمسه وخمسه، خلاص خلاص كانت اول واحده ونفس ترتيب. اسف انتوا ما كانوا واحده ست ابتدى فتيل، نقول اربعه ولا ثلاثه الاول؟ اربعه اللي هي كانت ايه؟ اربعه اللي هي ايه؟ جوندس، وقبل الجوندس اتش، وبعد الجوندس مش معنى لان انا مش بصوره. فتفضل فاكر الخمسه اللي بعد كده حنشيل اللي هو وظيفه حنتين هيقومها لك، حنتين اللي هو هيقوم لك خمسه بعد كده معايا. فتعالى نشوف الحاله، الحاله هنا فعلا على رايك بيسمع بالظبط اهو، بيقول لك ان هي برورايت، وبعدين عندها ايه يا جماعه؟ فاتيج، وبعدين قال لك بقى انه نص ويت والشهيه كويسه والابدومنال بين هو ابدومنال بين. اون اكزامينيشن قال لك ان هي جونتس، وبعدين كلابنج ده بالظبط اهو، كلابنج وجونت. مش لازم مثلا في الحاله يجيب كلابنج، بس انا اقول لك على حاجه الحياه علمتني حاجه بقى، او بلاش الحياه علمتني، علمتني الحياه. ان في حاله البرايمري بيليار سيروسس تحديدا انا ما شفتش حاله برايمري بيليار سيروسس الا لازم في الحاله كلمه انت ممكن ايه يا جماعه يعني ما تديهاش اهميه قوي، بس انا ما شفتش حاله فعلا اللي لازم يجيب لك في الحاله زنس لازمه. يعني يجي يقول لك في ايه يا جماعه؟ عشان يقول لك ان في هايبر كوليسترولميا، هو عايز يقولها لك بس يقولها لك ازاي؟ انا شخصيا ما شفتش عمري حاله برايمري بيليار سيروسس الا فيها كلمتين، واحده ست والليفر تعبان وعندها كلمتين، ايه هما الكلمتين بقى؟ البرورايتس طبعا دي كلمه مضيئه، وكلمه زنسلازما. يعني دايما الكلمه دي تبقى موجوده، لو ممكن واحد بيقرا ممكن واحد بيقرا مش عارف يعني ايه زنسلازما اصلا. زنسلازما والله ما عندها ده زنسلازما ولا لا كده، بس اون اكزامينيشن. بس استنى نكمل بس الحلقه وبعدين احنا لسه ما شخصناش، عايزين برضو ايه؟ جونجس كلابن هي في صباح ماشي، نولين فابيروباسي بلاد بريشر 170 ماشي، 100 بالس 170 ملاحظين الرقم ده ولا مش ملاحظينه؟ ايوه اللي هو ايزوليتد سيستوليك. ايه يا جماعه؟ ايزوليتد سيستو اه بالظبط كده، يعني حاله ليفر اهو معايا، الراس سيستول عالي قوي والبازول ايه يا جماعه؟ 60 اللي هو عندها ايزوليتد سيستوليك هايبر تنشن. بس يعني كلمه سيبك من عشان باص بليتو طبعا. البالس 80 ريجولار سكين دراي بيجمنتد شهاد سكراتش مارك. على فكره يا جماعه هو لو ذكي ما يجيش يقول بالرايتس، ده هو بقى ده الذكاء، انما على طول يقول لك سكراتش. ايه يا جماعه؟ بالحق ما هو يبقى عندها سكراتش مارك ليه؟ مارك ليه؟ عشان يبقى هي بتهرش. هي فعلا تبص تلاقي يا جماعه ممكن دراعها ممكن البطن ممكن هي قاعده مهرشه جامد قوي. فدي انا شايف ان هو ما دام كاتب الكلمه دي كان كفايه وما يقولش برورايتس، لان برورايتس خلت كل يجاوب. الفكره ان هو في الاول كتب ان هو الكلام اللي فوق ده هيستوري، بعد كده اكزامينيشن. بالظبط. هو قايلها بالظبط كده بحاله بالتفصيل. ما هو ده الحاله الايديال، مش شرط تيجي بالطريقه دي، بس هو دي الحاله الايديال النموذجيه. وبعدين قال لك ايه بقى؟ قال لك بايلاترا. شفتوا؟ جبت كلام عندي يا جماعه؟ ما تسمعونا زغروطه بقى. والله سمعونا زغروطه بقى. زنس لازمه. شايفين يا جماعه؟ صدقنا اتفاجئت. معناها ايه بالظبط؟ اللي هو ديبوزيشن في الكوليسترول تحت الايلت. كانت بتحصل امتى؟ هو ليه كاتبها لك؟ ان انت هتيجي تبص تلاقي زنس لازمه اللي هو معناها ان في هايبر كوليسترولميا. اللي هي مشهوره قوي في اي واحد عنده ديسليبيديميا بالذات. عيانين مين بقى؟ مين المشهورين قوي اللي بيبقى تيجي تبص تلاقي عندهم زنس لازمه؟ عيانين مين يا جماعه؟ السكر. عيان السكر بيبقى مشهور قوي بالزنسلازما دي، لان عنده الزنسلازما بتحصل عند رقم اقل
من الكوليسترول اللي بيجيب زنسلازما في العيان العاجي. فعشان كده تيجي دو... الكلام ده في دايابيتس بقى، بنقول في دايابيتس موضوع الديسليبيديميا، بس عيان السكر بيبقى دايما معرض ايه؟ معرض للزنسلازما. تيجي تبص كده تحت عينيه كده في زنسلازما. المهم بيقول لك ايه بقى؟ عبدونا الاكزامينشن هيباتو ده خلاص مسطر البلاقيه ده الحاله دي، وبيقول لك الاسبرين 3 فينجرز بلو بوس مش عارف ايه شيفت ايه زيروز اولسو شيفتنج دبلس، يعني كمان ده عندها اسايت، يعني دخلت في ايه يا جماعه الست دي؟ ده دخلت في ريفرس روز اصلا. مش احنا قلنا اخر واحده في البرايمري بيكس ده هو اسمه برايمري بيلياري سيروز، دخلت في سيروز. مش كل الستات اللي انت هتشخص عندهم المرض ده هيبقوا وصلوا لدرجه ايه يا جماعه؟ لانهم بيقعدوا فتيك فتره كبيره، يعني ممكن الست دي تبقى غريبه قوي اصلا، بيبقى عندها فتيك ممكن تقعد الاف السنين فتيك، واسبوع واحد تلاقي حالتها اتنيلت بستيميا وما تعرفش تكسر عين من الظاهره دي، يعني ممكن تفضل عايشه فعلا مسافه كبيره جدا بتهرش وفتيك بس، وممكن الجوندس ما تظهرش كمان في الاول، فانت ممكن تبقى صعب انك تشخصها. بتظهر ممكن تفضل عايشه كده كتير قوي وبعد كده ايه يا جماعه؟ وبعد كده استنى هسالكم سؤال دلوقتي في البرايمري بيلر سيروزز بس كمان شويه. الانفستيجيشن بعد ارجو من 2 توتال بيلروبين 3.8 عالي، الدايركت بيلروبين 3 هو توتال بيلروبين 3.8 يعني تصفر ولا ما تصفرش؟ هو البيلروبين كام؟ واحد. طب امتى يصفر؟ اكتر من 2.5. ليه بقى؟ لان ساعات يجي يقول لك سمعتوا عن حاجه اسمها ليتنت جوندس. ايه الليتنت جوندس؟ برضو انا برضو في يا جماعه طلبه من الدكتور الشفوي بتوع الليفر بيحبوا الحاجات اللي هي الايه؟ الحاجات دي ليتنت جوندس اللي هي يا جماعه اللي هو ما فيش البيلروبين عالي بس لسه ما عملش كلام، اللي هو من 1 لكام بقى؟ ل 2.5. ففي دكاتره بيستغرب. طب انا اقول لكم حاجه، يوني لاترال جوندس سمعت عن حاجه اسمها يوني لاترال جوندس؟ طب حد انتوا واحده ايوه يوني لاترال جوندس انت لو في العين؟ لا عنده عين واحده دي مش منطقيه، اللي هو مين اللي عنده ده؟ عنده عين واحده ارتفيشال اه خلاص كده ارتفيشال اه. طب انتوا سمعتوا على فكره اللي انا بتاع ليفر؟ والله يا جماعه في دكاتره بتقدر تفيد بيستغرب، يقول لك ممكن يوني لاترال جوندس بص له كده بس بص له من فوق لتحت، قول شوف يا دكتور انا هقول لك ارتفيشال اه بس ما تكررهاش تاني، قول ما تكررهاش تاني لمصلحتك. بس في دكاتره ليفر بيسالوا كده فعلا، فقول له الرام ايه اليونيلاترال جوندس ارتفيشال. طب انا اسالكم سؤال بقى اللي يجاوب وياخد والله مشجع في كلامي، وانت شفت شفت ولا لا دلوقتي؟ شفت اللي اهو 1000 جنيه والله 1000 جنيه والله انا واحد في الليل. وسؤال ايه؟ سؤال ممكن يبقى خطر على دماغكم كله. اقوله ولا لا؟ اه شفتوني انا قلت يونيلاترال جوندس في العين طبعا مش وارد طبعا، لان ده في الارتفيشال اه يعني تحس ان هي حاجه ايه يا جماعه اللي هو عين صناعي. طب ممكن تحصل يونيلاترال ليج جوندس ليج ديك اه، يعني بص مثلا في الجيم بتاع تلاقي ممكن مصفره شويه اه بس هو ممكن اه يا ممكن بس يعني مش او قطع رجله مثلا يعني تبقى يقول لك مين اه. طب والله انا عايز اجاوب في جنيه، قولي والله فيك جنيه دلوقتي قولي. لما يبقى عنده في رجل منهم قديمه رجل فيهم فيها قديمه تقول لي قديمه ما تبانش، او بقى الكلام اللي انت بتقوليه لو رجل مثلا فيها كمان هيمبليجيا ما بشغلهاش خالص وممكن برضه تبقى ايه يا جماعه. فهو لو يوني لاترال ليج جوند بس انا مش عايز اطول، بس دي ساعات بتسال اللي هو بس هي سالت الاسئله دي امتى؟ ما الاقي طالب قدامه بيجاوب قاعد يجاوب في قاعده يا جماعه فقهيه، في قاعده فقهيه عند بعض الدكاتره يقول لك بص بقى انا عمري في تاريخي ما يبقى اخر سؤال الطالب جاوب، حتى يديك الفول مارك يعني بيديك الفول مارك، بس هو لازم تخرج من عنده برضه ايه يا جماعه مقصور شويه، يعني اللي هو برضه ايه مش عارف اللي هو برضه عشان تعرف ان فوق كل ذي علم ايه، يعني تبقى عارف ان انت مهما وهو نفسه برضه مش عارف انه وهكذا يعني. فهو مثلا يقول لك ايه بقى ارتفيشال لاي وبعدين ارتفيشال ليج ممكن، او اللي هو ايه يا جماعه او قول له قديمه او لو فيه مبلجه الرجل اللي فيها قديمه ما تبانش. المهم حد جاوب يا جماعه؟ حد جاوب والله حد جاوب انا ما سمعتش حد جاوب حد جاوب. طب كده اللي هو ده خلينا بقى في حاله لان احنا كده خرجنا بره الحاله نرجع الحاله تاني. ايه الموست لايكلي دايجنوزس؟ طبعا خلاص بقى كلام سهل. شايفين الجامع جلوتامات ترانسبلانتايز 230؟ اه لا 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 في حاجه في الارض انسى اقولها في الحاله دي. قال لك البيلروبين 30 والالكالاين فوسفاتيز والعجرف شوف 640 هي 640 دي عالي عالي جدا. البرايمري قلنا اي بليري اي اوبستراكتيف الالجرف سبيس بيعلى جدا ماركت انفيشن، وقلنا الالجرف سبيس بيعلى ماركت امتى؟ يعني الهباتو سينيرال جوندس بتعليه برضه بس ماركت لا مودريت، انما هنا غير اوبستراكتيف جوندس او لو في ناس في مزايا تيومر مثلا في مزايا انيبيك هيباتيتس
تواخدين بالكم؟ البرايمري دنيا ريسولوتس بيعلي برضو الالكلافوس فيز قوي، بس انا قلت الالكلافوس فيز بجرعه ثانيه اللي هي كانت ايه؟ اللي هي 3 13 كينج البوسترون يونت من 13 ل 30 مودريت اكتر من 30 ماركت، صح ولا غلط؟ انما هنا جايبها لك بجرعه ثانيه، انا عشان كده في حاجات لازم تحفظها بالايه؟ بالتمييزين اللي هو بقى بالانترناشونال يونت. الانترناشونال يونت بتاعتها اقول لكم على حاجه سهله ترى سهله، من 20 ل 120، طب خليها من 40 ل 140 عشان تبقى برضه 40 زي ايه؟ تبقى كلها ماشيه كده. فاكرين اللي هو الجاما جي تي كانت 40 لحد 40، هنا ابدا من حيث انتهى الاخر اللي هو من 40 ل 140. ده الكلاين ولا الجاما؟ ايه؟ ده الكلاينفوس فيز. الكلاينفوس فيز بيبقى احنا قلنا احنا حفظنا جرعه قبل كده، حفظنا تمييز قبل كده اللي هو من 3 ل 13. هنا بقى في تمييز تاني برضو ساعات بيجي في الامتحانات اول ما تشوفه اللي هو بيبقى من 40، وعلى فكره هو ده المتبع اكتر من 40 ل 140. هم من 40 ل 140 انترناشونال يونت، بس اللي هو التمييز اللي جاي هنا ده لما تلاقي الكلاينفوس فيز عادي النيكست ستيب بتبقى ايه؟ جاما جي تي، عشان تقول هل ده ليفر ولا هل ده ايه يا جماعه؟ ولا هل هو بوم؟ سؤال بقى، طبعا خلاص الحلقه دي اتحرقت وبرايمري بيليرس روزس واحده ستر اللي هو بيقول لك ما عندهاش اي حاجه ثانيه خالص، ما فيش اي حاجه غير واحده يا جماعه، يا جماعه اوتو ميون عندها كلابنج وبروريتس، ده الحاله واضحه وضوح الفيل. بس السؤال بقى مين يعرف يقول الانتي باك الاميون جلوبلين اللي كان موجود في الحاله دي؟ الاميون جلوبلين خلاص. طب الانتي ميتوكوندريال طب يجي صرف الام سي كيو بقى. اللي جاب السؤال ده يا جماعه والله ياخد جنيه ومش هرجع في كلامي، وانتم شفتوا ان الانسيدنس اوف انتي ميتوكوندريال انتي بودي ان كيس اوف برايمري بيليرس روزس اس، نقول الاختيارات 20 40 60 70 80 90 95. 95 95 معايا او 95% ايضا ميتوكوندريال انتي بودي. بس احسن شكل بصوا يا مجنون بقى كده. طب بصوا يا دكاتره علاج البرايمري بيليرس روزس كان ايه؟ طبعا بقى كان في اللي هو يا جماعه اليورسودوكسي كوليك اسيد، فاكرينه؟ قلنا اليورسودوكسي كوليك اسيد هما بالصدفه جم يدوا يورسودوكسي كوليك اسيد لقوا العيان ايه يا جماعه؟ بس طبعا مش تحسن، تحسن ده سيمتوماتيك تريتمنت بس، ندي شويه فيتامينات. ايه الفيتامينات اللي بتقل هنا بالمناسبه؟ اللي هما ايه؟ الفيتامينات اللي بتدوب في الايه؟ محتاجه فات اللي هما ايوه كده بلاش اديك دي ونبي اللي هو ايه يا جماعه؟ هيقوم قايل لك انا مش قادر اديك، هو فعلا مش هيديك صفر، مش عايز مش قادر، فيقوم يديك ايه يا جماعه؟ كده بس، فتقوم انت قايل له بقى احنا اسفين احنا مش كويسين، يعني اللي هو خش بقى ايه معاه كده. فالمهم يقول لك ايه؟ طب كيوراتيف تريتمنت العلاج الاساسي از واضح ولا مش واضح؟ ادخل بقى الحاله اللي بعديها تفتكر الحاله دي بقى كده؟ الحاله اللي بعديها ايه؟ ما هي الانفستيجيشن هنا الاساسي اللي هو ايه بقى؟ انتي ميتوكوندريال انتي بودي وتشوف الاميونوجلوبين هم دول الكلمتين النضيفين. طب استنوا فكرتوني بقى، طب استنوا عشان افتكر بس الكتاب اللي هو في كلام عايز اقوله. بالنسبه للانتي بودات اللي وردت عندنا في الليفر ايه؟ اي جي لا مش الانتي مش الامينو جلوبين انتي لان عايزين نزود بس احنا كلكم حافظين ايه؟ انتي ميتوكوندريال انتي بودي ده موجود فين يا جماعه؟ في البرايمري بيليرس روز. طبعا انتي نيوكلير انتي بودي برده موجود بس مش سبيسيفيك يعني. الانتي سموث ماسل انتي بودي موجود فين؟ اوتو ميون هيباتايتس. طب مين شاطر يقول اوتو ميون هيباتايتس؟ بيبقى في انتي احنا قلنا الانتي سموث ماسل انتي بودي قبل كده. وانا فاكر اسئله السؤال ده ما كانش فيه لوحده اثنين هم اللي عارفينه. وايه كمان بقى؟ انتي نيوكلير. ما الانتي نيوكلير انتي بودي طبعا موجود في كله ده مش سبيسيفيك بس تكتبه في اي حاجه بيطلع صح. لا في بقى انتي بودي لو اوتو والله العظيم يا جماعه وانا بحلف بالله مش بعيد الدكتور يدخل في ليفر سيروزس وهو واقف. فجأة تلاقيه فجأة ويبقى كيوت ليفر سيروزس لأول مرة في تاريخ الطب. أيوه كده أنت جامد أهو قول. أيوه برافو عليك. أيوه برافو عليك. أنتي ليفر كدني مايكروزومال أنتي بادش. لا لا برافو امسك أنا ما قلتش جنيه بس والله هتاكل جنيه. امسك. أنا فلت ما معيش لا. خلاص المهم فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ لا بس والله جامد اصل فعلا في انتي بودي اصل تعرف الانتي بودي ده لما تقول له ده انا دكتور يرضى يترنح كده ويدوف تقول له مالك يا دكتور يقول لك انا حاسس ان انا دخلت يعني البيبات ايه؟ فاللي هو بس من فرحته بيك اه والله بدا يصبر وبدا اللي هو ايه يا جماعه؟ فهو فعلا تقول له لان بينه وبينك ما قلتوش اول مره ليه؟ لان هو صعب هو بس اللي انا عايزكم تعرفوه بيجي في الام اس كيو انتي سموس ماسل انتي بودي سبيسيفيك للاوتو ميون ايه؟ هيباتايتس. لكن بقى ده لما تقولوا اللي هو انتي ليفر كي مايكروزومال ايه يا جماعه؟ في اللي هي كدني يعني انتي ليفر انتي كدني نيتروزومال انتي بطش اللي هو اختصاره ايه؟ لكمة. انتي ايوه بالظبط كده لكمه. انت عارف اللي هو ديت هو فعلا هيقول ايه؟ لكمه تلاقيه وكانه واخد بلاغ فعلا بالبنيه يخش يقول لك انتي ليفر كدني نيتروزومال انتي بطش. بس ده لما تقوله تبقى انت طالب انت ليش طب ومحلق في اضواء القاع معايا؟ ايه؟ انتي اللي هو الاوتو ميون جرايتس
يعني بس بص مش تيجي تكتبي ده وتنسي انت مايكروزوم اللي هو عايز نوت مثلا انتماتيك. ما يا جماعه هي دي الفكره. ما انا عشان كده ما اقولوش في الاول تقوم انت داخل الامتحان تنسى الانتي ميتوكوندريال، تنسى الانتي نيوكلير انتي بودي، تنسى الانتي سموث مثلا انتي بودي. الحاله اللي بعد كده بصوا يا جماعه 59 سنه لك ما اسمه انتي ليفر كيدني انتي لكمه ما تنزلش من لكمه لكمه ده صعب يعني انتي لكمه ماشي اللي هو ليفر كيدني مايكروزوما مايكروزوما ام اي سي ار او اس او ام اي ال مايكروزوما انتي بودي اي ان تي اي بي او يعني اللي هو بس كده زي ايه؟ لا 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 ما احنا قلنا كلمة شرانك دي بتحصل في الاخر فاكرة لما قلت لك بيليار سيروزس بيتنفخ مية صح؟ وقلنا كمان ايه يا جماعة بيليار سيروزس بيتنفخ مية وكاردياك سيروزس بيتنفخ ايه؟ ده بيحصل شرانك دي فين؟ في الاخر عشان كده لو تفتكر انا قلت في الليفر سيروزس هما كلمتين اساسيتين اللي هما كانوا ايه يا جماعة؟ بالظبط اللي هو فيرمان شرب مرترانوس اي كلام تاني حمله بالجنزبيل بقى طيب ندخل بعد كده يقول لك ايه بقى؟ حلو يا جماعه الحلقه اللي بعد كده فاكر احنا ماشيين كده بمعطل بطيء في الحلقات كده مش هننفع نخلص كل الحلقات ولسه في امس كنت برضه فين يا جماعه ده لسه احنا قاعدين 85 خلاص قاعدين بقى براحتنا النهارده محدش بقى يجي ولسه ناخد براحتنا مش بعد 10 ما انتوا تقعدوا يا جماعه عند المطر قاعدين عند المطر 9 ساعات طيب خلاص نقعد بره براحتنا ما عندناش مشكله خالص نقعد نتكلم عن نفسك 59 سنه 59 سنه اصلا مش بنقول معلومات جديده يا جماعه بنحل يعني المفروض قاعدين يعني اوقات انتوا قاعدين في راسد يعني مش 59 سنه المهم بيقول لك محاسب تعبان بقاله 6 شهور بقاله 6 شهور تعبان وقال لك ايه بقى يا سيدي والتعب زاد حلو قوي الحلقه دي تحس فيها دراما التعب زاد بيقول لك لا ده الحلقه دي حلوه ليه بقى لانه بيقول لك من شهرين شهيته بدأت ايه يا جماعة؟ تعبان فنفسيته مش قد كده وبعدين شهيته ايه؟ قليلة وقال لك بعد كده his weight increasing in the last few weeks ماشي وبعد كده طبعا هو واضح ايه يا جماعة his weight بدأ ايه يا جماعة؟ بدأ يزيد ماشي وبعدين قال لك no history of chest pain كف started on اسمع بقى كلمة دي خد لازكس 3 أسابيع قبل كده من 3 أسابيع عمو خد لازكس واضح طبعا وزنه زاد ليه يا جماعة؟ بدا يدخل مثلا في ايديما واسايتس يعني هو بيقول لك شهيته ما تلاقي حد بيقرا مثلا الكلمه دي ما لفتتش منظار شهيته قلت وزنه زاد ما هو شهيته قلت وزنه زاد دي يا اما تشك ان هي سكت اندوكراين واضح طبعا الحاله دي بعيده كل البعد عن الاندوكراين وبعد كده قال لك وزنه زاد يبقى هو دخل في يا جماعه اسايتس وايديما وكلام من ده فطبعا خد ايه اللي ياكد بقى الكلام ده انه راح الدكتور كتب له ايه لازكس اسمع بقى الكلمه دي بات ذس انفكت حلو قوي الحاله دي قال لك لكن في الواقع الحاله ازدادت سوءا معنى ان الحاله ازدادت سوءا بقى هو اصلا رايح ليه الراجل ده كان رايح ليه قال لك رايح عشان كلمه واحده بس هو بقاله 6 شهور بيعاني من ايه يا جماعه انه تعبان انه عنده فتيق مش هو كده مش الحاله كده وقال لك بدا من حوالي 3 اسابيع عمليه ازدادت سوءا وبعدين خد لازكس العمليه ايه يا جماعه انفكت الحاله ازدادت سوءا سببها ايه بقى انه لما خد لازكس عمل ايه هايبوناترينيا وهايبوكاليميا فالهايبوناترينيا وهايبوكاليميا قد ايه يا جماعه يدخلوا يا يزيد الحاله سوءا لان احنا قلنا قبل كده البوتاسيوم لما بيقل بيعمل ايه يا جماعه فتيج وعلى فكره حتى لو بيزيد برضه بيعمل فتيج المهم بيقول لك اول اكزامينيشن جونتس وبايلاترال لور لمب ايديما بيتنج ايديما ابدومينال اكزامينيشن شيفتنج دامس يعني بيقول لك فيها سايز ذا ليفر نوت بالبابول اند ذا سبلين واز يا جماعه انلارجد الانفستيجيشنز البروبن 2.3 من 10 يعني عالي طبعا ايه اللي تي 120 ايه سي تي 130 عاليين برضه القلب 2.5 قليل البوتاسيوم 2.5 قليل هو طبيعي البوتاسيوم كام 3.5 5 معايا 3.5 5 ماشي وبعدين قال لك بقى كده والصوديوم 129 برضو قليل اهو طبعا هنا بقى الاسئله اللي على الحلقه ايه يا جماعه الحاله دي حلوه بيقول لك ايه هنا بقى زي ما انت يا دكتوره كنت بتقولي الحاله دي ما فيهاش معلومات كتير قوي صح فهنا بيقول لك اول حاجه التشخيص ايه بقى هنا الهيرو في الحاله دي مش تشخيص بقى انما في الاسئله اللي بعد كده يعني هو بيقول لك الحاله هنا ايه واضح ان الحاله دي الراجل ده عنده ليفر هو واحد جاله هيباتايتس مثلا من زمان هو هنا جاب سيره الهيباتايتس ولا لا ما جابهاش خلاص عشان نفتكر ان احنا قلنا الانفيزيجيشن ده على فكره ملايين من المصريين كده اللي هو عايش عادي جدا جدا مش في دماغه حتى هو الحاله دي عجباني ليه لانه حتى جابها لك يقول لك ايه محاسب يعني عادي جدا ده وارد لاي حد واحد محاسب عادي جدا مره واحده لقى نفسه ايه يا جماعه بيتعب راح يشوف الانزيمات لقى الانزيمات ايه يا جماعه عاليه بدا يصفر شويه تشخيصه ايه الدكتور هيقول له ايه استاذ ممدوح انت عندك ليفر سيروز السؤال الجميل هنا بيقول لك what is the most important causes of such a disease in Egypt؟
هنا بقى في مصر ايه الاسباب المهمه؟ ايه الاسباب اللي ممكن تعمل ليفر سيروزز؟ طبعا اول سبب بص ايه يا جماعه؟ هيباتيتس سيروزز بالذات هيباتيتس سي. حلو الكلام؟ طيب وبعد كده ثاني سبب، ثاني سبب اللي ما قلتوش انا ممكن يحصل لي ضغط الكولي فات ليفر ديز وانا واقف. لا الهزيتس في ليفر سيروزز بلاش، ابعد عن الشر وغنيله. اه لو ميكس اللي هو زي ما انتم عارفين بقى ايام جماعه عبد الناصر واللي بالهزيتس وجالهم هيباتيتس سي عشان الحقن والكلام القصه اللي انتم عارفينها. انما هنا بيقول لك ايه يا جماعه؟ اهم سبب في مصر هو طبعا ايه؟ الهيباتايتس. يا ليه ايه هو بقى السبب اللي بعد كده؟ وده بقى في العالم كله حتى موجود نون الكوليك فات ليفر ديز. ولو تفتكر انا قلت لكم في اسباب الليفر سيروزز طلع النون الكوليك فات ليفر ديز اكتبها وركز عليها جامد قوي معايا. طب وثالث سبب اللي هو ايه بقى؟ اوتو اميون هيباتايتس. يبقى في مصر لما يقول لك اهم ثلاث اسباب، ايه هما ثلاث اسباب؟ وانت بتحل حاله انت مش مجرد بتحل حاله، لما يجي سؤال نظري يقول لك ليفر سيروزز، ما كل مصر حافظاها ازاي؟ اللي هو الطب بقى من 1900 وخشبه بقى اللي هو ايه اي بي سي دي والايه يا اولاد اللي هي الكوليك. الكوليك حبيبي لما تبقى في سويسرا، لما تبقى في سويسرا اه هنكتب في الاول الكوليك، انما احنا في مصر مش هتشوف الكوليك ده بتي. انما انت هتكتب ايه يا جماعه؟ اهم ثلاث اسباب تكتب له كده. لما يقول لك انيموريت كوزز اوف ليفر سيروزس اهم ثلاث اسباب ايه؟ وبعد كده اذر كوزز اكتب الباقي. بس اهم ثلاث اسباب في مصر بوست هيباتايتس سي وبي، وبعدين ايه السبب الثاني اللي هو النون الكوليك. هتنسوا النون الكوليك والله العظيم في كل ناس هينسوا النون الكوليك. شوف انا بحلف بالله، بس عشان بقى الله يخليك وانت بتنسى في الامتحان ما تفتكرش. يعني انت بتنسى والله ان الكوليك فات ليفر ديز ده انا نسيته فعلا وافتكرت كده وانت في الامتحان. فنون الكوليك فات ليفر ديز والسبب الثالث ايه بقى؟ اوتو اميون هيباتايتس وبيجي اكتر في الستات. اسمع السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه السؤال اللي بعد كده بقى؟ ايوه اكسب لين بقى اللاف فايندنج البيو فيور، يعني اللاف فايندنج وركبها على الدياجنوزس. انتوا واخدين بالكم؟ يعني هنا مثلا هايبوكاليميا وهايبوناترميا حصلت ايه؟ دراج انديوز عشان الدايوريتكس. حصل ايه كمان؟ اه شوف بيقول لك بقى ان الاثنين مع بعض هما دول وتشرح له هما اللي زودوا الحاله سوءا. واضح ولا مش واضح؟ الاثنين مع بعض الهايبوناترميا والهايبوكاليميا حصلوا ليه؟ اي حاله ليفر حط في دماغك، لو ليه هايبوناترميا وهايبوكاليميا حط في دماغك ان من ضمن اسبابهم الدايوريتك. الهايبو البومنيميا ليه؟ ليه الالبوم قليل؟ ده في حاله بقى مكرره قلناها كذا مره. ليه الليفيشن للليفر انزايمز؟ عشان حصل ايه يا جماعه؟ ليفر دامج بس كده. ليه بيحصل مثلا هايبربيلوربينيميا؟ ليه البيلوروبين عالي؟ في كلمه واحده عشان القدره على بالظبط ان هو دي كومبنسيتد فالاكسكريشن مش حلو. هنا بقى بيقول لك ايه السؤال اللي بعد كده؟ وات انفستيجيشنز؟ قولوا الانفستيجيشنز ايه؟ طبعا انت في مصر يبقى اول حاجه الانفستيجيشنز كلها ليه يا جماعه؟ هتستبعد الكوز. اهم اسباب عندي ايه يا جماعه؟ اللي هو الهيباتيتس تستبعده وتكتب الدياجنوزس اللي هو الماركرز بتاعت الاف سي. والله يا جماعه سهل قوي. وبعد كده تستبعد الاوتو اميون، ده احنا قلنا ان هو ثالث اهم سبب. نستبعد الاوتو اميون ازاي بقى؟ انتي نيوكلر انتي بودي. عايز تكتب الباقيين فرد عضلات ماشي بس هو كفايه الانتي نيوكلر انتي بودي. واضح؟ وبعد كده هم دول الحاجات المهمه يعني. ندخل بقى بعد كده ونعمل الترا ساوند ونكتب بقى الكلام اللي انتوا عارفينه اللي هو مثلا الترا ساوند وديتكت كذا، لان كمان حتى الترا ساوند ممكن يطلع لو في كاردياك ايه؟ كاردياك سيروزس مثلا بات كاري سندروم او حاجه. مش عارف قلت ما يجيش حاله لو مش نفس ايه ده ممكن ايه؟ اه ما هي الحاله دي ايوه يا جماعه الحاله دي مش جايه عشان تشخيص حاله في حد ذاته. يعني هي الحاله دي جايه عشان ايه؟ الاسئله اللي بعد كده. خد بالك؟ لان هو نفسه باين ان دي مش حاله قوي بمعنى كلمه حاله، لان هو نفسه قال لك ايه؟ اهم ثلاث اسباب يعملوا الكونديشن ده كله في الاخر. ان هي يا اما كذا يا اما كذا يا اما كذا. ممكن بس الاحتمال قليل، ممكن. يعني لو حاله زي دي ممكن. بس هو الاصل في الموضوع لازم تكون حذره. حذره بايه؟ ان انت ما تشخصيش الحاله الليفر سيروزس غير لما تكون مستبعده كويس قوي انك تعمل كده. احنا قلنا ليفر سيروزس كومبليكيتد باي ايه يا جماعه؟ قدامنا احتمال من خمسه. اه مش معنى كده لما انا بقول لك نحن في زمن قل فيه دكتور الطيب، بس برضه قل مش معنى ممكن تلاقيه موجود. الحاله انفستيجيشنز اللي هم هتعمل ايه بقى؟ هتكتب الاول بص اي سؤال في الليفر في الثلاثه بتوعنا ثابتين عشان تقفل الدرجه. حلو الكلام؟ وبعدين هنا فور ذا كوز هو هنا قال لك سبب؟ لا فممكن يطلع هيباتايتس سي، مش هو قال لك اهم ثلاث اسباب؟ طب اعمل الانفستيجيشنز بتاعته يعني عشان تستبعد هيباتايتس سي هتعمل اللي هم الثلاثه اللي احنا قلناهم. على فكره يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده يبان ان هو هتكتبه كلام كتير تاخد بالك، بس لانه مسلم وده اللي انا بحبه بقى في البطن اللي هو انت لانك بتكتبه معلومات هي مسلم بيها تحفظها كده بتلاقي نفسك في الامتحان ما بتفكرش بتكتب كلام كتير من غير ما تفكر فبتكتبها بسرعه. يعني انت اوعى تفتكر ان عشان كاتب كلام كتير اكتر هتاخد وقت اكبر. لا يا جماعه ده انت بتكتب من غير ما تفكر. حاله ليفر خلاص هيباتايتس سي هتقوم تضيف كذا 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 حاله انتوا واخدين بالكم معاه فالعمليه عشان كده بتبقى اسهل مش اصعب. يعني ندخل بعد كده ايوه الحاله الجايه بقى اللي شخصها فعلا ياخد جنرال ليش عشان الكود كل اسباب اه كل مسيشن
بس مش مشكله وقت. انت عارف لو عملت كده ايه اللي هيحصل؟ هو ده كويس لو انت هتلحق في كلمه كلمه كلمه، بس انا اقشع ايه بقى؟ الناس كلهم يخلصوا الورقه الاولى وانت لسه قاعد بتحل، يجوا يمتحنوا الورقه الثانيه وانت لسه بتحل، يجوا يمتحنوا جراحه وانت لسه قاعد في الاجابه الثانيه. فهو برضه لما لو عملت كده انت خد بالك كل الاسئله بس ماشي اوكي. بس هو الاهم ايه؟ الاهم الثلاثه المهمين، الباقي كله عايز تكتبه في سطره وسطرين ماشي. انت واخد بالك يعني مثلا عايز الهيموكروماتوزس الويلسون، بس هو دول مش مهمين قوي يعني، هو الهيباتايتس كومن از كومن واضح؟ فاللي انا اقشى ان انا اقول الباقي تقوم انت داخل الامتحان مثلا كاتب الهيموكروماتوزس كله، وبعدين الويلسون كله، وبعدين الكارداكس روزس كله، وبعدين الناس كلهم يخلصوا وانت المال هو فين اللي تلعب يحل ما خلصوا وخلصوا جراحه وانت لسه برضه عمال ايه قاعد في اللجنه. الحاله الجايه بقى اللي شخصها فعلا ده اللي فعلا مش هرجع في كلامي ياخد. لا بس انا اصلا ركزت عليها وانا بشرح جامد، فهي المفروض ده بالعكس يا جماعه، ده لو ما شخصتهاش المفروض كل واحد ده انا يعني هيجيني باط كارثي سندروم انا واقف والله، يجيني باط كارثي سندروم انا واقف كده. واحدة عنده 40 سنة، في واحدة عندها 40 سنة، في مين؟ ايه؟ تقول ايه؟ 54 ثانية؟ سيبوكم من دي، سيبوكم نخش على دي على طول، 87، واحدة عنده 40 سنة، واحدة 40 سنة، أكيوت أبدومينال بين، أكيوت أبدومينال بين. قال لك بقى شي تيكس ايه؟ نو ريجولار ميديكيشن اكسبت كونتراسيبتيف بيلز. ده على فكره اول ما يقول ليفر كونتراسيبتيف بيلز اساسا كونتراسيبتيف بيلز بتجيب ليفر سلوزز من ميكانيزمين، الميكانيزم الاول باد كاري سندروم، الميكانيزم الثاني انترا هيباتيك بيليري سلوزز. مش قلنا ان هي بتورم الهيباتوسايت فتضغط على البايل كاليكولاي فممكن تعمل ايه يا جماعه؟ تعمل بيليري سلوزز. بس طبعا الاهم في الحاله كونتراسيبتيف بيلز حبوب منع الحمل ممكن تدخلك في ايه؟ في اللي هو تدخل يعني الفينيل دي في اللي هو الباتكال سندروم. المهم قال لك بقى اوكيجنال انالجيز فور باك بين ماشي، شي هاد نو كارنت ايلنس ما عندهاش اي حاجه ثانيه. باب هذا دي ايه يا جماعه؟ ده الحصل او هاد دي فينوس ثرومبوزس بقى لها 5 سنين يعني هي معرضه للجلطات. فكروني بس عايز اقف قدام كلمه دي فينوس ثرومبوزس بس بعد ما اخلص تشخيص الحاله. شي هاد نو جن اني بريفيوس ابدومينال سيرجري، ما عملش اي عمليه جراحيه قبل كده بطنها ماشي. اون اكزامينيشن قال لك ايه بقى؟ شي واز ان بين يعني هي موجوعه، البلس 110 ريجولار، بلد بريشر 120 80، جاجولار فينس بريشر نوت ريست. كلمه دي مهمه ايوه لان خد بالك ايوه واسمع بقى الكلمه اللي بعديها بط ابسنت ايه بقى؟ هبات والجاجولار ريفلكس. طبعا لما تقول ده احنا قلنا فاكرين يا جماعه، بس تعالوا برضه نكمل الحاله. قلنا في 3 حاجات مضيئين في الحاله يخلوك باط كاري سندروم. الليفر يكبر بسرعه في الزرقاء، انا زعلان اول ما قالش هنا هيباتو بيجري مذهله، ما كتبش كلمه مذهله. لما تلاقي الليفر يكبر بسرعه مذهله او ايه؟ او مدهش او فظيع او شنيع، وتلاقي كمان في اسايسس ريزيستنت اسايسس وجع في البطن، وتلاقي الكلمه الثالثه لوس اوف هيباتو جاجولار. يا جماعه ريفلكس، شفتوا بقى يا جماعه؟ ليه هو بيقول الكلمه دي؟ لان خدوا بالكم يا جماعه من الاسباب اللي بتعمل كارديكس روزس كان في اسباب كتير، ممكن يبقى السبب رايت سايد هارت فيلير. طب لو رايت سايد هارت فيلير مثلا هتلاقي كونجست ليك ايه؟ ما هو عشان كده يا جماعه هو بيحط الحاله مفيش حد ياخد برده عليه اي كومنت، فهو يقوم قايل لك ان الهاي جابرال فينا مش موجود، هاي جابرال فينا باشا، والكلمه المضيعه اللي هتك على الليفر. طبعا فاكرين باد كاري سندروم ولا ايه يا جماعه؟ لو حاجه مش فاكرها هقول ما تكسفوش، اصل انا بحس ساعات ان في ناس قاعده مش فاكره اللي هو المفروض باد كاري سندروم. طب هيبان دلوقتي فاكرين ولا لا؟ بس الثلاث كلمات المضيعه في ايه بقى تاني؟ واحد ابدومينال مذهله و وطبعا ابسنس اوف هيبات وجبرال ريفلكس، يبقى الحاله باد كاري سندروم دي واضحه جدا جدا جدا. لكن بقى عشان نشوفكم فاكرين ولا لا اسباب الباد كاري سندروم، انا هقول السبب اسباب فاقول انت كونتراسيبتيف بيلز هايبر كوجولابيلتي ستيت انتي فوسفوليبيت سندروم. برافو عليك على فكره، السبب ده مش ناس كتير بيبقوا فاكرين انتي فوسفوليبيت سندروم. هو الانتي فوسفوليبيت سندروم ده ايه؟ حد مذاكر وما تقولش ايوه امراه لا تحمل ولكنها تحمل المتناقضين. ده حاجه في روماتولوجي، امراه لا تحمل ولكنها ايه يا جماعه؟ تحمل المتناقضين. مش عارف الشفه وكده تقول له كلمه زي دي والله هو شخصان يحمل. فالمهم يا جماعه فطول له انت في سوليف سندروم. ايه كمان؟ اي حاجه بيست. ايوه هو البيست، ففي البيست اللي هو باكيت اللي هو واحد تركي وعمل سندروم كده بيبقى له شبه الريتر بس مش ريتر. اسال سؤال اشوفكم، انا عايز اشوفهم صوابكم. البيست البيست بيبقى هلا كام؟ بي هلا كام؟ هلا بي 5. برافو عليك. طب ده هلا بي 5. ايوه ما قلتش ده حاجه. هو اي حد بيجاوب سؤال لازم هو ايه؟ ده نظام كده؟ اي حد بيجاوب سؤال لازم اوقف فيه ايه؟ هلا بي 5 معايا؟ بس كده. طب المهم بقى بصوا يا جماعه،
يقول لك هنا فتحها اظن ان هي طب اول اوف ذا فولنج بيعمل بلاد كارير سيندروم اكسبت بس معناها فايبروسس هيباتيك فايبروسس هيباتيك فايبروسس ايه لان السؤال ده بيجي فعلا اصل البلاد كارير سيندروم انت سددت الهيباتيك فين جوه ولا بره الليفر بلاد كاري بره الليفر صح ولا غلط فيبقى هيباتيك فايبروسس ما يعملش بلاد كارير سيندروم واضح ولا طب الانفستيجيشنز كلمه مهمه في البلاد كارير سيندروم الاول كلمه المضيئه نفس الانفستيجيشنز بتاعت الليفر سيروسس العاديه بس لازم تبدا بايه هنا لازم الترا ساوند عشان نشوف ايه يا جماعه دوبلكس لازم دوبلكس لازم هنا يا جماعه ده بلاد كارير سيندروم يعني لازم تعمل دوبلكس وايه كمان كلمتين عشان تصور لازم تعمل دوبلكس وتعمل كمان سي تي ايه هو عشان تشوف البورتال فين نفسه انت هتشوف هنا البورتال الهيباتيك فين كمان معايا وممكن تعمل كمان انجيو لوب صبغه كمان يعني لو احنا عايزين نبقى اكثر بس هو اهم حاجه هنا يا جماعه دوبلكس عمل الهيباتيك فين اسال سؤال بقى سامع عشان بقى ما انساش الحته دي الاول في البلاد كارير لا في الديب فين ثرومبوز ما هو البيست برضه كان بيعمل ايه يا جماعه الفينوفيرتيبس رومبوزس وهيباتيك فين ثرومبوزس مين يعرف يقول الريسك فاكتورز اصلا للديب فين ثرومبوزس ايوه ديب فين ثرومبوزس ده سؤال ده جراحه وبطنه واي حاجه هتجيلك احنا في مصر يا جماعه مش في سويسرا يعني معظم العيانين المصريين اصلا العيان المصري سواء ميل او فيميل بيبقى معرض ان هو يدخل فيه يا جماعه ديب فين ثرومبوزس داخل الاي سي يو لاي سبب ان كان بتلاقيه اتنيل جاله ديب فين ثرومبوزس مات بسبب بلمونري امبوليزم في الاخر مين هم الريسك فاكتورز اوف دي بي تي ده بقى سؤال ممكن ده في جراحه تمام رايحين فين يا ولاد الفت امنيه برافو عليك برافو عليك حد ثاني يعرف يكمل السته الفت انا قلت ام السعد هتجي لها برضه نفس الحكايه فاي حد اسمه بيبدا بحرف الام ده على طول دي بترومبوز معايا ولا مش معايا بس كده ما هو ايه بقى ايه بقى يبقى احنا لان هو الانجليزي كله ما فيهوش الا ست كلمات بحرف الام والله ودول بقى من الرابط هم سته او ايه هم يعني انت لو جالك سته صوت في اللجنه قال لك ايه سته او 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 او, أو هتقوم كاتب ايه الاولى اللي هي ايه مثلا اوبيستي اللي هو الثانيه اهم واحده اوبرا في الامتحان على فكره انا قلت لكم قبل كده يا جماعه في الامتحان مش لازم تكون كاتب لي 6 او يعني اصل في طلبه يا جماعه اللي هو مش عارف طلبه دول يقوم كاتب 6 او يقوم قايل لك الاو وبتاع خط يا ابني هو انت بتذاكر له بتحفظه اهم حاجه تكتبها انت لنفسك يعني ما تحاولش تكتبه بنفس الترتيب ده غير الترتيب مثلا او مش جرب الترتيب يعني مثلا بدل اوبرا خليها مثلا بوست اوبرا او سيرجي اه خلاص سيرجي ماشي اللي هي تبقى كده يعني فالمهم بقى اوبيستي اوبرا اللي هو اللي بعد كده لسه قايلين حضرتك انتم اورال كونتراسبتيف بيلز اورال كونتراسبتيف ليه اورال كونتراسبتيف بيلز تعمل سوء؟ ايوه لو قلت بقى بتزود ايه؟ اصل هو في اجابات فضفاضه والله يا دكتور بتعمل هايبر كوجلابيلتي ستيت وقتها دكتور الدم بيبقى لازق قوي مع الاورال كونتراسبتيف يقول لك ايوه هو عايز يسمع كلمه هو الكلام ده صح ثرومبوفيليا برافو ثرومبوفيليا الاورال كونتراسبتيف بيلز من الحاجات المهمه جدا اللي بتعمل ثرومبوفيليا ليه بقى بتعمل ثرومبوفيليا ده بقى في البلاط عشان يعني ما نطلعش قوي بره الموضوع انما ما كملناش الاو بالحق الاول الرابعه ايه احنا قلنا ايه قلنا اوبرا قلنا اوبيستي قلنا ايه كمان اورال كونتراسبتيف ليه ما بتقولش اونكولوجي بس بقى انت تعرف تصرف الحاجات بدل اونكولوجي انت ايه تيوم برافو عليك الاول اللي بعد كده قلت واحد كبير في السن باقي وهي واحده في الانجليزي كله والله يا جماعه ازرس وكاتب ازرس بس كده ازرس بس حلو كده بس يعني اللي هو ايه ازرس ازرس اللي هي ايه بقى زي مثلا واحد عنده هارت فيلير ففي ستجنيشن غلط زي واحد عنده بروتين سي وبروتين اس مش عارف بقى اللي هي الحاجات دي بقى ليه حاجات بقى كلها ايه زي مثلا نيفروتك سندروم ما هو نيفروتك عشان انت سترونج من ثلاثه او عشان حاجات كتير كده انا بناخدها في النيفروتك مذهله يا عم يعني اللارجت بسرعه يعني كبر بسرعه كبر اللارجت رابط اللارجت اه لا هو مش هيجي في الحاله يقول لك مذهله يعني مش عارف اه ليفر ليفر كبر بسرعه مذهله ريزيستنت اسايتس لوس اوف هيباتو جنرال ريفلكس ليه بقى في لوس اوف هيباتو جنرال ريفلكس لان ادي اهو اه طبعا عارفين بقى اللي هو ايه عند الليفر لو تكيت على الليفر المفروض لما تك على الليفر في الانسان الطبيعي تك على الليفر ايه اللي بيحصل المفروض اللي بيحصل يا جماعه تك على الليفر كونجيس ليك دي وقدام بيقوم راجع راح انترو بركيفا راح للقلب يجي الدم راجع يروح للقلب يقوم واقف فين في الرقبه لكن هنا اصلا مهما نضغط ما هو مش هيحصل حاجه هنا يعني انت سادد المسائل اصلا الدم مش هيرجع اصلا للقلب معايا طب ايه الحته دي طيب بيقول لك ايه بقى ايه انفستيجيشنز وود يو دو تو كونفيرم ذا دايجنوسس وطبعا قلنا اللي هو الترا ساوند دوبلكس ويا جماعه وسي تي وات ار ذا موست لايكلي كوزز اه طبعا كوزز مش لسه قايلين
طبعا قلناها بقى مش محتاجين نقولها تاني نقرا كده عطل. الحركه الجايه بقى 88 دي بقى اللي فعلا اللي يحلها بس ما حدش اللي يحل الحاله دي 88 ياخد 100 جنيه مش هرجع في كده ما هو ممكن يعني جايه مستعجله قوي يعني هتحليها يعني 88 22 سنه واحده ست عندها 22 سنه قلت في مين جوندس ابدون الدين كونفيوجن على سهله بس هي ايه المهم بقى لا 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 بس هي سهله بس فيها حاجات برضو ايه فيها حاجات كده عظيمه برضه يعني هناخد جنيه 2-1 هذا الجنيه يا جماعه الجنيه والله اخد 22 سنه اولد فيميل عندها جوندس ابدون الدين كونفيوجن انيبل تو جيف اني فرزر هيستوري بط هير بيرنس ايه يا جماعه ما عندهاش اي حاجه قبل كده ما خدتش ادويه ما دخلتش في ديبريشن طبعا حاله سهله قوي لا هي حاله سهله لا دي مش ملهاش لازمه الحاله دي يا جماعه طب استنوا ده 100 جنيه اقول لكم ليه لان كلكم هتشخصوها ايه واحده ست لا 22 سنه فجاه دخلت في جوندس وانفلوباسي وهي لا بس هو ابوها قال لك ايه؟ قال لك هي ما خدتش اي ادويه يبقى انت تستبعد الباراستامول صح ولا غلط؟ ما هي الحاله بقى ما هي الحاله دي صعوبتها مش ان انت تقول لي فرمان انتباتك فيلير ما هي طبعا فرمان انتباتك فيلير انت تعالى شوف كده القيم اللي تحت يا جماعه الوايت بلاد سيلز وبعد كده بي اس ار مش عارف ايه وماي النهار عالي 2 3 الليل 3000 فات يا جماعه حصل الحاجات دي عشان تزيد الافات كده يبقى هي ايه يا جماعه؟ ودخلت في كونفيوجن يبقى دخلت في انفلوباسي كمان يبقى هي هتشك ان هي عندها فرمان انتباتك فيلير لكن هو هنا بقى بيقول لك ولماذا طبعا لماذا دي سهله قوي بس هي الفكره بقى فالمان انتبات فيلير لماذا حصل لها ليه فالمان انتبات فيلير هنا اهم الاسباب اللي بتعمل هي اساسا بتشيك عندها جوندس واحده عندها جوندس وعندها انكفالوباسي ما كانش عندها اي حاجه قبل كده معايا ليه ما احنا بقى نقول بقى ما هو في حاجات بقى هنا ايه الاسباب اللي بتعمل فالمانت هيباتيك فيلير بص يا ابني اللي بيعمل فالمانت هيباتيك فيلير اول حاجه الفايرال هيباتيتس كلهم معايا هو هنا هي ما عندهاش اي حاجه قبل كده حلو الكلام ايه اللي ممكن يعمل كده باراستامول هو هنا عشان كده كاتب لك نو ميديكيشن مش قال لك ان ابوها قال لك ان نو او اهلها قالوا لك نو ميديكيشن السبب اللي بعد كده ممكن كمان ايه اللي يعمل بعد كده ممكن الويلسون يعمل برضه الويلسون ممكن يدخل اي نعم قليل بس ممكن يدخلك في ايه فرمان انتباتك فيليا دكتور شيء ماشي بس هنقول لا ما هنقول الاربع اسباب الاول ويلسون ما فيش اي حاجه هنا تحبذ يا جماعه الويلسون ممكن يبقى ايه اوتو ميون ايه اللي يخليني بقى اوتو ميون في حاجات كتير بقى انتي نيوكلر انتي بودي تخليني اقول يا جماعه لا بوست انتي نيوكلر انتي بودي ده يخليني اقول اوتو ميون الاي اس ار العالي برده يخليني اقول يا جماعه برده يخليني اقول فرمان انتباتيك فيلير في كمان في الحاله بس كده فهو عشان كده انت في الحاله دي يا جماعه فرمان انتباتيك فيلير وتكتب تستبعد ايه يا جماعه في الفرمان انتباتيك فيلير الاسباب بتاعت الفرمان انتباتيك فيلير اهم سبب هنا بقى اللي في انتي نيوكلر انتيبادي يبقى موست بروبابلي ايه يا ولاد اوتو اميون بس دي حاجه طبعا دي حاله ايه ما فيش كده خالص ان الحاله ليها حاله واحده عليها سؤال واحد وخلاص ليه؟ ليه ما قالك فين يا جماعه دي؟ لا بيقول لك هيباتيتس فايرال ماركرز ار نيجاتيف الماركرز نيجاتيف انتي ميتوكوندريال لا انا ما قال لك في تتر بتاع يا جماعه 61 ده موجود انتي نيوكلر انتباتي انتي ميتوكوندريال انتي سموث ماسل هي دي اللي ويب نيجاتيف هي كمان ليه دكتور لو قلت ليفر سيلفيلير غلط ليه؟ لا لو ليفر سيلفيلير غلط لان لازم تقول فرمان اولا لان هو ما كانش عندها اي حاجه قبل كده وفرمان انتباتيك فيلير لانها مره واحده بتشيك من ايه؟ جوندس ودخلت بعد كده في انكفالوباسي مركز على كلمه انكفالوباسي عشان عندها كونفيوجن الحاله دي بس عشان ايه يا جماعه؟ يعني هي مش هتيجي كده لان هو سؤال واحد وخلاص انما في حالات ثانيه فرمان انتباتيك فيلير هتبقى اوضح من كده بس حلو بس الحاله اللي هي رقم 89 تعالوا على طول طب ما احنا عايزين استنوا تعالوا كده في الحاله هاتوا الحلقة 91 كده وبعدين نرجع لأن دي برضه إيه؟ بقول لك 22 سنة 91 أهم سبب دراسة مش حاجة مشهورة بس هو من الأسباب
بس هو الاسباب اللي ممكن حلو الحاله بقى اللي هي رقم 91. بصوا يا دكاتره، واحده برضو ست عندها 22 سنه، اوكي. اوفر هنا بقى واضحه، هي خدت ايه يا جماعه؟ اوفر دوز وبارستامول، معروف ان هي كان عندها ابيليبسي. اون اكزامينيشن البلس 90 ريجولار بلاد بريشر 110 60، التشيست والابدومينال اكزامينيشن نورمال، يوبن نورمال، اند رياكتيف ريفلكسز والبلانتر ريسبونس كل حاجه نورمال، انفستيجيشن الصوديوم والبوتاسيوم نورمال، سيرم باراستامول ماركتلي اليفيتد. يعني ده واضح ان هي خدت ايه يا جماعه؟ خدت بس ادمتد عشان هي خدت، هي جات لك عشان هي واخده دوز من الباراستامول. ما حصلش ما هنشوف بقى. وبعد كده بيقول لك ايه الانفستيجيشنز كذا اليفيتد بالروبن. بالروبن عيش، ده معنى كده ان حصل ايه يا جماعه؟ ليفر دامج. احنا خدنا قبل كده يا جماعه الباراستامول بيبقى دوز ايه؟ دوز دي منه. استنوا بس يا جماعه، طب معايا احنا خدنا الباراستامول اصلا. الباراسيتامول كان اوفر اللي كان بيبقى دوز ديبندنت ولا دوز ديبندنت؟ قلنا انت مسموح لك لغايه جرعه كام؟ 4. من اول 15 بيبدا يحصل هيباتيك انجري، طالما الهيباتيك انجري انتفع اللي هو لو وصل بالظبط كده. طب احنا عندنا اللي هو 25 جرام. المهم هنا الحاله، تعالوا نرجع تاني للحاله. هي خدت الباراسيتامول الصوديوم والبوتاسيوم نورمال، سيرم باراسيتامول ده عالي، البيروبين اي ال سي الاي نار كله قال لك نورمال رينج. حلو الكلام؟ بس بيقول لك بقى انت هتعمل ايه؟ اولا انت هتعمل ايه هنا؟ هتعمل لو هي واخده باراستامول، واحده خدت اوفر دوز باراستامول، يبقى انت مش هتستنى لانها اصلا مش هتدخل في الباروباسي على طول، ده هيتقل بيبقى عندها شويه نوزيا شويه فوميتنج الكلام ده كله. تعمل ايه؟ لو هي لسه واخداه قريب بتعمل جاستريك ووش. حلو الكلام؟ طب هي لو واخده من فتره مثلا وخلاص لازم تاخد ايه يا جماعه؟ الانتي دوت بتاع باراستامول اللي هو ان اسبايد سستين، صح ولا غلط؟ بس هنا بيقول لك بقى في الحاله هنا او هنا بيقول لك وات از ذا رول اوف ليفر ترانسبلانت ان ساتش بيشنت. ايه الرول اوف ليفر ترانسبلانت هنا؟ خد بالك من حاجه بقى، 10% من الحالات لو بيحصلهم ده بس اللي بيفضل بيعيش. هنا هل بقى اللي انت قلته في نيد ان انا اعمل ليفر ترانسبلانت اصلا؟ يعني هو اي حد خد ليفر باراستامول راح اعمل له ليفر ترانسبلانت؟ لا، السؤال مش ده. هو ما بيجي يسال سؤال زي ده، ما هو واضح ان كل حاجه نورمال، انا مش محتاج اعمل ليفر ترانسبلانت. لو مرفع نظارته كده ومسالك سؤال في الشفا ويقول لك ايه؟ امتى تعمل ليفر ترانسبلانت؟ وانا قلت لك الحته دي موجوده في كتاب الاسم ومركزين عليها جدا، اللي هي ايه يا جماعه؟ ايوه الكينج سكور في الباراسيتامول. امتى نعمل في الباراسيتامول توكسيستي؟ امتى؟ وعلى فكره يا جماعه الجزئيه دي اللي هو السكور ده الكينج كوليج سكور لو انت فاكرين، او الكينج سكور لازم تذاكره كويس قوي لان قلت لكم موجود في كتاب الاسم وهو مهم. ايه؟ ايوه ما هو ماشي، ده بقى سؤال عادي بره الحاله. هو الحاله دي مش تعمل ليفر ترانسبلانت ليه؟ لان هنا بالكينج سكور ما فيش اي انديكيشن يخليني اعمل ليفر ترانسبلانت هنا. ايه هو الكينج سكور بقى؟ مين فاكره؟ قلنا الكينج سكور قسمناه باراستامول والنون باراستامول. الحاله دي اللي يهمني فيها الباراستامول. مين يعرف يقول الاربعه كرايتيريا بتوع الكينج سكور بتوع باراستامول؟ مين فاكرهم؟ بي اتش كانت اقل من 7.13، اي نار اكتر من 6، هيباتيك انفلوبس جريد 3 وجريد كام؟ 4، كرياتينين اقل من 3.4. يبقى تاني يا جماعه عشان تبقى سهله في الحفظ بقى، طبعا ولا واحده من دول اصلا منطبق على هذه الفتاه اللي عندها، وعشان كده هي مش محتاجه هنا تعمل ليبرال ترانسبلانت. ايه هما تاني يا جماعه الكينج سكور بقى في الباراستامول؟ احفظهم صم. قلنا رقم واحد قلنا ايه؟ بي اتش اقل من 7.3، الاي نار اكتر من 6، هيباتيك انفلوبس جريد 3 او جريد كام؟ 4، الكرياتينين اكتر من كام يا جماعه؟ 3.4. احفظها صم لان الحته دي مهمه قوي. لو طبقت بقى الحالتين اللي احنا حليناهم في الاخر يبقى طالما انت باتك فيلير ممكن يجوا الاثنين متداخلين مع بعض، يعني ممكن انت تكون حاله ظريفه طالما انت باتك فيلير نتيجه برس تامور ويجيب الاسئله دي عليك. ايه الكينج سكور مثلا يبقى سؤال عليها؟ وانا متوقع على فكره الحاله دي تيجي في الامتحان. ارجع بقى تاني، احنا كنا فوتنا كام؟ بص بقى ارجع للحاله 89 3.4. انت فاكر لما قلت لك جريد 3 او 4؟ صح، وثلاثة واربعة عشان تبقى سهل يعني في وقلنا. طب انتوا فاكرين يا جماعه؟ طب سؤال يا جماعه، البيليروبين لما تلاقيه عادي هل هو من الكينج سكور في حاله الباراستامول توكسيسي؟ ده بقى اللي عايز واحد مركز. لا، موجوده في ثانيه نون باراستامول. في النون باراستامول كان البيليروبين بيعب عن كام؟ بيعب عن 17. فاكرين الكلام ده ولا لا يا جماعه؟ فاكرين كينج سكور؟ عايز برضه اقول حاجه بينه وبينكم بقى، هي كينج سكور والكلام ده بيطالب مين؟ الهنتريش يعني الطلبه المحدوده اللي ماشيه جنب الحيط. تعرف يا دكتور كينج سكور يجي يقول لك في الامتحان، تعرف كينج سكور؟ اقول له يا دكتور والله ما اعرفوش كده. ايه ده كينج سكور والله؟ طب انت حضرتك عارف يا دكتور؟ يقول لك اه. طب كده تعمل لي بس عشان اعرف بس خلاص. انما الطالب الهنتريش هو ده اللي بيعرف يا جماعه. انما الطالب ما يبقاش طالب غلبان محدود عمره ما ذاكر الهيماتولوجي ومذاكر قشور بالطلبه القشريات وبتعمل ايه يا ابني؟ تتصل بيه انت بتعمل ايه؟ انا قاعد ذاكر كينج سكور.
والله كنت اقول لفظ دلوقتي ما يصحش ده حصل خرب. فالمهم يقول لك ايه، ارجع بقى تاني الحاله 89 بيقول لك واحد سبعة يلا يا جماعه عشان ننجز اللي لسه عندنا قدامنا كتير. بالطريقه دي ماشيين بمعدل بسيط برضه. يقول لك ايه ماشي، بس هو عموما بيقول لك واحد عنده 57 سنه قلت مين 57 سنه عنده 57 سنه انكريزنج ابدومينال حاله 89 having المهم diagnosed as having chronic hepatitis C من ثلاث سنين. قال لك بقى وخد سبورت دي يا جماعه ليبر سبورت، يعني خد ليبر سبورت. اي ليبر سبورت بقى هو ايه الحاجات الموجوده في السوق هيباتوكس هيباتيف بيجالون اي كلام من ده. اون اكزامينشن اصفر الرئيس فاكرها سيفرال سبايدر يا جماعه سبايدر ليبر نو استريكس يعني ما عندوش رابنج تريم البلس ريجولار 80 حاجات بس عدت تبقى البلاد بريشر هي 85 جاجولار فينس بريشر نوت يا جماعه معليش والهارت ساوندز نورمال والتشيست كلير والابدومينال اكزامينشن ريفيلد شيفتنج دونس يعني حصل ايه يا جماعه حصل اسايس بط نو اورجانوميجاج مفيش اي حاجه ثانيه كده مايلد وعنده ايه يا جماعه تندر بس مايلد تندر بس رايت هايبوكوندريا بدا الليفر بتاعه يا جماعه يوجعه شويه. خد بالك بقى مايلد تندر بس ازاي يا جماعه رايت ايه ما برضو احنا مش عايز رايت هايبوكوندريا عايزين نتناقش في حاله زي دي من غير ما نكمل بعد ما تكمل انفستيجيشن بالروبين 3.5 الالبوم 2.8 الكالين فوسفيز عليه قوي 500 اي ان ار 2 الفا فيتو بروتين اخر كلمه دي هتخليك تبقى الى حد ما اكثر ثقه تشخيص هيباتوما. لكن لو ما قالش الفا فيتو بروتين اكتر من 2000 هو جماعه مين قال لك ان هي هيباتوما؟ بص بقى لازم تحط في كلمه تحطها حلقه في ودانك. اي حاله ليفر حصل فجاه ديتيريوريشن لازم تشك في كام حاجه كذا حاجه مش شرط هيباتوما. جايز هنا عشان قال لك في وجع في رايت هايبوكوندريا بس برضه دي ما تخليش حاجه يعني. عشان كده لازم تشك في ايه يا جماعه؟ لازم تشك في الاول سبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس. هل الحاله دي ممكن تبقى سبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس؟ ارجع كده في الحاله لان واضح ان ايه يا جماعه؟ ولا قال لي فيفر لان سبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس كانت الكلمه المضيئه كان على الاقل هيقول لي في ايه يا جماعه؟ هو صحي يعني انما هنا ما فيش فيفر. طيب هل الحاله دي ممكن تبقى يبقى تشك بقى الاحتمال الثاني اللي هو ايه يا جماعه؟ هيباتوما او حاجه ثالثه مهمه برضه اللي ممكن يحصل نزيف اوسوفاجيال فاريسس. بس لو اوسوفاجيال فاريسس يبقى هيبقى سببها بورتال هايبرتنشن ان العيان ده دخل في بورتال هايبرتنشن. طب ايه اللي يخليني اقول ان هو دخل في بورتال هايبرتنشن؟ لو جه قال لي هايبر او جه قال لي سبلينوميجاج هايبر سبلينيزم اول كلمه بيعملها سبلينوميجاج هو هنا قال لي نو اورجانوميجاج. خد بالك انا هنا ما اقدرش احلف ان هو هيباتوما اصل في بعض الناس وهي قاعده مثلا دلوقتي تقول طب هو برضه ممكن يطلع ماشي بس هو الكومن از كومن. خد بالك انا ما بقولش هنا ان التشخيص مثلا بروفيشنال دياجنوزز از هيباتوما انما موست بروبابلي ايه يا جماعه؟ موست بروبابلي هيباتوما. ايه اللي خلانا اقول هيباتوما بقى؟ ان احنا عندنا الالكلاين فوسفيز عالي والاهم من كده اللي هو الالفا فيتو بروتين ايه يا جماعه؟ الالفا فيتو بروتين عالي. فده كده عشان كده الحاله دي تبقى ايه؟ يبقى اي ديتريوريشن هتشك في ايه بقى؟ اول حاجه سبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس، ثاني حاجه اوسوفجيال فيرسز، ثالث حاجه اللي هي كلمه ايه؟ كلمه هيباتوما. ندخل بعد كده احنا حللنا الحاله اللي قبليها ولا لا؟ اللي هي 22 سنه دي حللناها. حاله 90 سيبك منها. 91 حل 92. نحل 92 وناخد بريك شويه؟ عشان حاسس ان انتوا ولا ناخد بريك دلوقتي؟ انا حل 92 ده لسه قدامنا وقت. طيب 92 ليه؟ ده ما في كمان حالات معايا. في حالات ثانيه لسه. في كيسز ثانيه غير بريك. ايه؟ ماشي ماشي كمان خلاص ماشي 92 بيقول لك 42 سنة القهوة مش تفكرون القهوة جد البريد 92 42 سنة مش حاجه احنا مش صغيره لا 42 سنه. طب حلو انتوا بقى يا جماعه احنا قلنا في الحلقه الاخيره حلو انتوا شايف في حالات بقى معايا برده ثانيه بس 42 سنه الحالات الثانيه اللي فرع المراجعه اللي انت خدتهم مره فاتت كان في حالات حد حلها 42 سنه وراح الامرجنسي روم وان دي هيستوري اوف فوميتنج اوف فريش بلاد يعني عنده هيماتكس. فكروا كده انتوا في الحاله بس يا جماعه فكروا فيها اللي هو فكروا فيها وريبورتد ايه يا جماعه بلاك تاري ستون يعني ميلينا يبقى عنده فريش بلاد وعنده ايه يا جماعه فوميت عنده هيماتكس وعنده ميلينا بقى له 3 ايام فيلينج جنرال انويل بقى له 6 اسابيع
he gave history of previous three attacks of Jones. يعني قبل كده جونز يبقى باين ان هو بيدور في فلك النظر. On examination هو فعلا جونز والبلس 110 البلد بريشر 110-70 أبزومنا الإكزاميشن ريفيل ديفالبب والليفر. لا ده الحالة واضحة أوي رايت كوستر ماجي. على فكرة الحالة دي كمان تعتبر ليفل بي مش ليفل إيه. أشوف واضحة جدا عشان تعرفوا إن الكيس دي بتبقى حاجة هيك أصلا يعني. فالمهم بيقول لك ذا سبلين السبلين بأربع فينجرز بدون مش عارف الليفت كوستر ماجي فيوز سبايدر ديفاي وعنده كمان فيوز سبايدر ديفاي. يبقى واضح إن الحالة إيه يا جماعة ليفر سيروزس كومبليكيتد باي رابشر. ايه يا جماعه اوسوجيال بارسس. والرابشر اوسوجيال بارسس مش بس هيماتينسس انما كمان ايه طبعا بيعمل بلينا. فاكرين البرزنتيشن اوف ابر جي اي تي بليدنج كان كام حاجه اللي هو اول حاجه كنا قلنا هيماتينس وممكن كمان بلينا وقلنا اوكر بلاد كولستول معايا. المهم بيقول لك بقى واتس دايجنوز طبعا دايجنوزس ومسطر بلاد يعني خلاص اوسوجيال رابشر اوسوجيال بارسس. بيقول لك بقى هنا السؤال هنا السؤال ما احنا هنكتب ايه لو انت عايز تمشي على الصمبه ثابته تكتبها ليفر سيروزس كومبليكيتد باي ايه بورتا هايبرتنشن ادى الى رابشر اوسوجيال بارس. بس طبعا الكلمه المضيئه هنا لازم تتبع ان عنده رابشر اوسوجيال بارس. طبعا بيقول لك اهم ثلاث اسباب يعملوا رابشر اوسوجيال بارس ايه هم يا جماعه؟ لا يعملوا فريش بلاد يعملوا ده ما بيقولش ساتش كونديشن. ايه اهم ثلاث اسباب يعملوا هيماتينسس ذيس كونديشن اللي هم ايه يا جماعه؟ اهم سبب طبعا اول سبب قلنا في سببين مهمين اوسوجيال بارس بيبتك ارسل. اوسوجيال بارس يمتاز بانه ماسيف هيماتينسس وبيبقى بين لسن انما البيبسك ارسل بيبقى بين فولم وبيبقى شويه صغير. في كمان سبب ثالث هو بيقول لك ثلاث اسباب ممكن الجاسترايتس طبعا في مصر دي اللي هو السبب الرئيسي على فكره من الاسباب اللي هي طبعا حط السبب الثالث اللي هو الجاسترايتس عشان النون سترويدال. واضح ولا مش واضح؟ بس كده ندخل بعد كده بيقول لك البلاك تايس تول سببها ايه؟ طبعا عشان دم مهضوم. امتى يحصل ملينا؟ يعني امتى الدم ينتهزم اصلا؟ امتى الدم بيبقى مهضوم؟ ايوه قعد اكتر من 8 ساعات ان كونتاكت ويز ايه يا جماعه؟ عشان كده يقول لك انت الابر جي اي تي بليدنج كلها بتعمل ملينا. طب اللور جي اي تي بليدنج يعمل ولا ما يعملش؟ ايوه لحد رايت كولون معايا لحد حتى الرايت كولون ممكن كمان يعمل انما بعد كده بقى الليفت كولون لا ترانسفيرس كولون لا ده مش هيعمل. طيب يقول لك بعد كده يقول لك ايه يا جماعه الجي اي تي بليدنج بس بقت الاسئله اسئله تفضيليه خلاص انفستيجيشن في كلام مثلا. فاكرين يا جماعه اي واحد عنده هيماتيسس كنا بنعمل مانجمنت الحاله ازاي؟ كلمه سيس سي اي اس كوز اللي هم اهم ثلاث اسباب ايه قلنا يا جماعه رابشر اوسوجيال بارس بيبتيك انسر جاسترايتس. الاي اللي هي لو كرونيك بنشوف الايرن ديفيشنس انيميا. الاس اللي هي السوق الشوك كلينيكال بيتشر اوف شوك بقى وهايبوفوليميك شوك والحاجات دي. نخش على الحاله رقم 93 سهله دي سهله. طب حلو 93 كده دي اخر حاجه وبعدين ناخد بريك بقى وباقي كمان ماشي بس في حاجه ثانيه اهم معايا عايزين 93 40 سنه 40 سنة حلوا انتوا بقى يا جماعة كده 40 سنة 93 93 ولا كام 93 40 سنة كومبليننج اوف بقى لها شهرين بروجريسيف ابدومينال ديستنشن بروجريسيف ابدومينال ديستنشن ويز نو تشينج في الابيتايت والباول هابتس ومش عارف ونو اذر جي اي تي مانيفستيشن اكزامينيشن طبعا واضح الحاله هنا بيقول لك ايه التريك وايه التمبريتشر 38 عاليه نو نو اللي بيدي ماتش اس اند اذر اكزامينيشن عشان نعمل كلينيك ابنورمالتي هير ابدو من واز ايه اكستندد اكستندرنس طبعا ديفيوز طبعا الحاله دي يا جماعه. طب الاول نكمل انفستيجيشنز بس هيموجلوبين 11 توتال ليكوسيتك كاونت 15 خد بالك بقى ايه وبعد كده ايه يا جماعه البليتلت 78 الالجوم 2.8 كتر بالروبن 4 بصوا يا جماعه بس روبن بتاع 15 طبعا الحاله دي حاله اسايتس وفي فيفر ايوه يبقى كومبليكيتد باي ايه بقى يا جماعه ليفر سيروزس كومبليكيتد باي هي ليه ليفر سيروزس طبعا واضح كان ليفر سيروزس يعني هي بيشيك قبل كده بقى بروجريسيف ابدومينال ديستنشن هتشوف القيم البلوروبن 4 الحاجات دي كلها هتوضح ان هي ايه ليفر سيروزس كومبليكيتد باي ايه هنا بقى يا جماعه سبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس ايه اللي خلاني اقول سبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس بروجريسيف ديستنشن ان في فيفر الوايت بلاد سيلز ان في تندرنس ديفيوز تندرنس مش قلنا البروتونايتس بتعمل ديفيوز تندرنس واي ديتيريوريشن في واحد عنده ليفر سيروزس اي ديتيريوريشن لازم تستبعد السبونتينيوس باكتيريال بروتونايتس لازم من الحاجات اللي تستبعدها
اللي بيقول لك بقى الانفستيجيشنز. طبعا اهم الانفستيجيشن هنا اللي هو ايه اسبايليشن التابي اللي هو يطلع كام يا جماعه اللي هو بالظبط اكتر من 150 ولو من غير كلينيكال فيتشر اكتر من 500 بيقول لك بعد كده الكوزز طبعا هنا هيبقى ايه الاسايتس. الحاله رقم 94 بصوا بقى يا جماعه الحاله دي لو ما قلتهاش من اول ثانيه ده احنا ركزنا عليها واحنا بنشرح كتير قوي. بقول لك عنده 14 ده اسمع بقى الحاله دي 14 سنه على طول 14 سنه فاكرين لما حضرت عيل صغير يعني كلوتراتايتس يا ويلسون. بس تعالوا نقرا بقى الحاله 14. هو انا قلت لكم في الويلسون شخصها ازاي امه داخله عليه باكيه انا قلت باكيه ودموعها على خدها ايوه اخته ماتت برافو عليك بنفس ذات المرض. تلاقي واحد بيقرا ايه اخته ماتت بنفس ذات المرض والله طب هو الراجل ماشي اللي واحد طب هي بتقول لك كده ليه اخته عشان يقول لك ان المرض ده ايه يا جماعه. طب استنوا بقى بالمناسبه ايوه الجيلبرت الزومر دومينانت حاجات متلخبطه على فكره ما انا ذاكرت ايوه الجيلبرت اللي هو كان عامل زي مين تمام برافو عليك. والمين اللي كان عايز اصف ناس طبعا كده متخيلين يعني ليه مش معنى طب الكليه اداب لا والله ماشي خلاص المهم مش ليه فين في ايه المهم تفتكر الجلد والتزومه طب واللي كروموسوم التزومه الايه طب الويلسون المشكله في الكروموسوم رقم كام 13 واللي كروموسوم 6 يعني اللي هو على طول بقى كده. طب نحل الحاله بس الاول بيقول لك 14 سنه عنده يلوش ديسكالريشن اوف سكليرا ماشي هيستوري اوف ايه يا جماعه فاتيج المهم بقى له كام اسبوع. على فكره الشكوى اللي جايه دلوقتي واحد اصفر ايه اللي خلى امه داخله عليه باكيه بقى لانها افتكرت كانت فاكره ايه يا جماعه اللي هو الماضي القديم بتاع فاميلي هيستوري اوف سيميلر برزنتيشن فيو ييرز اجو ان هيز اولدر سيستر. شفتوا بقى يا جماعه شفتوا وبعدين قال لك ايه بقى وماتت من اسابيع قليله. شفتوا يا جماعه الحاله عامله ازاي وبعدين يقول لك اول اكزامينيشن الواد بقى كان ماله كونشس وبعدين بيقول لك عنده جوندس والبلسميه والبلاد بريشر مش عارف كام والتشيست والهارت مش عارف كلينيكال فري ابدومينال اكزامينيشن عمل شيفتنج دايس بايلاترال مايلد لور ليمب ايديما وقال لك زي وين ابنورمال موفمنت انفولفنج ايه الابر ليمز ابنورمال موفمنت. تكلم ابنورمال موفمنت دي تخلي لو واحد والله العظيم اعمل بصر والبصيره لو واحد ضرير الحاله ويلسون ده من غير ما يقول لك ايه من غير ما يقول لك ورمه يعني الحوار اللي فوق ده كله كان حوار برده ملوش اي لازمه ودخلت عليك باكيه واخته الكبيره ماتت بنفس ذات المرض كفايه قوي يقول لي ايه يا جماعه يقول لي ويلسون كفايه يقول لي واحد عنده ليفر عيل صغير عنده ليفر وعنده ابنورمال موفمنت فاكرين لما قلنا اي اكيد يو اي ابنورمال موفمنت حركات لا اراديه فاكرين الكلام ده. المهم يقول لك واتس ذا موست لايكلي دايجنوزس طبعا ويلسون بقى طبعا تحت قال لك التوتال بروبابيلتي مش عارف ايه والكلام ده كله الاي سي تي عالي طبعا والال تي عالي والاي ان ار 2.5 انما قال لك واتس ذا موست لايكلي دايجنوزس ويلسون وهتقول انت اخترت ويلسون ليه طبعا وبعد كده بيقول لك ايه الفرصه ايوه الانفستيجيشن قلناها كان في ايه بقى ايوه الاحساس والسيرو بلاجين الكاميرا المضيئه وكان في كمان السنين ايه السنين لامب عشان الايه كايزر بريشر لينك فاكرين الكايزر بريشر لينك اللي انا حاطط لكم اللون اللي هو الايه يا جماعه اللي هو اللون البلون ده اللي هو البلون ايوه اللي عايز انتوا لسه ما خدتوا بعد الحصه وقربوا فين شوفوا عارف اللي هو اللون اللي ايه المخضر ده حلو الكلام. طب يحصل ليه اللون ده سيتي عشان ديبوزيشن النحاس فين فين على فكره في دكاتره مش خاص بقى لو يقعد يقول لك فين هتقول له في عينه هيقول لك وحياته هيقول لك في عينه في عينه فين في عينه كورنيا تريتمنت طبعا تريتمنت بقى بتاع الرسم ما تعرفش طبعا نعمل سيتي والام ار اي ده لازم احنا قلنا بقى سيتي والام ار اي عشان تستبعد برضو ايه اي حد بيقول لك نورمال ممكن يعني نخش على الحلقه رقم كام. طب بقول لكم ايه كفايه ناخد بريك بريك كامل انا نفسي ايه دكتور الاي ان ار اللي هو ايه الريشن على الكنترول واخد بالك اللي هو البروسترون من تايم عبر سترون من تايم في بقى سيرابيوتيك اي ان ار يعني في اللي هو حاجات يعني ما يزيدش عن 3 مثلا ما ينفعش اعمل عمليه هو زاد عن 3 مثلا لو اخد بالك ممكن استنى يا جماعه استنى
اللي هو مثلا الطبيعي كام الكروموسوم التايم يبقى مثلا 15 عين لو انا لقيته في البيشنت 30 الكروموسوم التايم اه ممكن 30 على 12 كام؟ لو واحد مثلا يديها 5 او 3 ناخد بريك قبل ما ربع ساعة.